السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على المبعوث رحمة للعالمين محمد الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين. حياكم الله وبياكم أساتذتنا الأفاضل، حضورنا الكريم. معكم محدثكم عدنان قلعجي من فريق التقديم في منصة أريد العلمية. أتشرف أن أكون معكم في هذه الجلسة البحثية، نتدارس ونتباحث في مؤتمرنا الدولي 15 للاتجاهات الحديثة في العلوم الإنسانية والاجتماعية واللغوية والأدبية، في فعاليات اليوم الثالث من المحفل العلمي الدولي 14 بنسخته الإلكترونية. كما يشرفنا أن تكون معنا رئيسا لهذه الجلسة سعادة الأستاذة الدكتورة فاطمة محمد صالح البدراني، فحياها الله وأهلا وسهلا بها. وإليكم أحبتنا ملخص من سيرتها العلمية الذاتية. فالدكتورة فاطمة البدراني من مؤهلاتها العلمية دكتوراه من جامعة الموصل في العراق بتخصص العلم النفسي التربوي، ولها من المناصب والخبرات مسؤولة شعبة ضمان الجودة والأداء الجامعي، وكذلك مسؤولة وحدة التعليم المستمر، مسؤولة النشاطات الطلابية، مسؤول إسكان الطلبة، مسؤول الحاضنة الإلكترونية، مسؤول وحدة تمكين المرأة، وعضو استشاري في مجلة أريد الدولية للعلوم الإنسانية، وعضو استشاري في مجلة أريد الدولية للعلوم التربوية والنفسية. وهي كذلك مدربة معتمدة عراقية في الهيئة الدولية لعلماء التنمية البشرية، محكم دولي في مجلة بندوف الجزائر، عضو لجان الترقيات في كلية العلوم الإسلامية، وعضو ارتباط الموقع الإلكتروني لكلية العلوم الإسلامية. ولديها العديد من البحوث العلمية المنشورة في مؤتمرات علمية دولية ومحلية ومجلات علمية. ولديها من كتب الشكر والتقدير أكثر من 100 كتاب شكر من وزارة ورئاسة وعمادات الجامعات ومؤسسات علمية. حصلت على 15 وساما من منصة أريد، ولها من النشاطات المشاركة في تصميم وتنفيذ الأزياء التاريخية والأسطورية لمسرحية الخادم والسيد التي حازت على الجائزة الأولى في الجامعة وأحسن تصميم للعام من 2005 إلى العام 2006. عضو نقابة الفنان العراقيين في محافظة نينوى في العراق الموصل، عضو متمرن باتحاد الأكاديميين العراقيين والعرب لعام 2018، باحث علمي بمنصة أريد للباحثين الناطقين باللغة العربية في جامعة ملايا في ماليزيا، كذلك إشراف وتنفيذ المعارض العلمية في جامعة الموصل، معرض حجاب الفتاة المسلمة، معرض الإعجاز العلمي في التعبير القرآني، معرض الإعجاز العلمي الطبي في القرآن الكريم بالتعاون مع كلية الطب، معرض الإعجاز العلمي للنباتات في القرآن الكريم، ومعرض سير لبعض علماء مدينة الموصل، ومعرض الخط ومعرض الحلويات للطالبات في العام 2018، ومهرجان الإلكتروني للنشاطات الطلابية في وقت وباء كورونا بعنوان خليك بالبيت، وأيضاً إلقاء محاضرات ثقافية أسبوعية وشهرية. ولها العديد من المساهمات المجتمعية والتطوعية من زيارات ميدانية لمدارس كثيرة غزيرة والأقسام الداخلية. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، معظمة مننه التي لا تحصى، والثناء كل الثناء له، فهو المنعم بكل علم، المنان بكل معرفة، التي يخشع لجلالها العارفون ويبهر أمام حقائقها العالمون. والصلاة والسلام على سيدنا المصطفى المختار وعلى آله الطيبين الأطهار وأصحابه الأبرار والعلماء الأخيار ممن كان لهم السبق في وضع النافع من الأسفار. يشرفني أن أكون في هذا المحفل العلمي الدولي، ونجدد اللقاءات مع منصتنا العلمية منصة أريد، حيث إني من المنتميين الأوائل في هذه المنصة، وأساهم في على قدر إمكانياتنا في التطوير
أي تطوير أو إسهامات في هذه المنصة. هذه الفرص التي أتيحت من منصة أريد للعلماء الناطقين باللغة العربية هي بوابة للعلماء لنشر بحوثهم ولنشر أعمالهم العلمية وتقديمهم لمجتمع واسع من العلماء في يعني في الوطن العربي وفي خارج الوطن العربي للناطقين للغة العربية. فهذه الجلسة العلمية هي مواصلة للمسيرة في هذا المحفل العلمي الرائع لمنصتنا العلمية، منصة أريد، بقيادة مؤسسها الدكتور سيف السويدي، وكذلك لأعزائنا الأعضاء المنتميين والذين ساهموا في بناء هذه المنصة والذين يساهمون في إتاحة الفرص والنهوض ببقية السادة المشاركين للنهوض بهم علميا وأيضا دوليا، تكون معرفة دولية لهم ولإنجازاتهم العلمية. نبتدئ الجلسة اليوم بموضوع الألفاظ المهرية في الشعر العربي، ديوان ذي الرمة نموذجا، للدكتور مسعد عامر إبراهيم سيدون، فليتفضل. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، هل الصوت واضح؟ وعليكم السلام ورحمة الله. نعم واضح، تفضل. نعم، واضح دكتور، تفضل. سوي شير لي الحلقة. واضح العرض الآن؟ نعم واضح دكتور، نعم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. وبعد، السيدة الفاضلة الأستاذ الدكتور فاطمة مدراني، رئيسة الجلسة، الأستاذ الدكتور عدنان قلعجي مدير القاعة، السادة العلماء والباحثين وطلاب العلم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أحييكم بتحية الإسلام. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أما عنوان البحث فهو الألفاظ المهرية في الشعر العربي، ديوان ذي الرمة نموذجا. والبحث هذا البحث يتناول الألفاظ المهرية في الشعر العربي متخذا من ديوان ذي الرمة نموذج دراسة. وقد حظي شعر ذي الرمة قديما وحديثا بعناية الناسخين والدارسين والشراح والمحققين من عرب ومستشرقين، كما حظيت أخباره باهتمام أصحاب التراجم وكتاب السير وأرباب من أرباب العربية وعلمائها الذين كانوا يرجعون إليه في شعره وفي ثلث لغة العرب في كثير من قضايا اللغة، حتى قيل إن في هذا أكثر من بينة على علو شأنه، ليس في الشعر فحسب بل في اللغة ولغة البداوة خاصة. لعل من المستحسن أن نبدأ قبل الحديث عن الألفاظ المهرية في الشعر العربي أن نقدم بمقدمة موجزة نعرف من خلالها بقبيلة مهرة التي تقطن جنوب جزيرة العرب وتحديدا في شرق اليمن، وتشكل إداريا محافظة من محافظة اليمن، كان اسم المهرة علما عليها، ويحدها جغرافيا من الغرب إقليم حضرموت، ومن الشرق عمان، ومن الجنوب المحيط الهندي وبحر العرب، ومن الشمال السعودية. فمما ورد في معجم البلدان ياقوت الحموي مهرة بالفتح ثم السكون، هكذا يروي عامة الناس، والصحيح مهرة بالتحريك، وجدته بخطوط جماعة من أئمة العلم القدماء لا يختلفون فيه. قال العمراني: مهرة بلاد تنسب إليه الإبل. قلت: هذا خطأ. يعني يقول هذا خطأ، إنما مهرة قبيلة، وهي مهرة بن حيدان بن عمرو بن الحاف بن قضاعة، تنسب إليهم الإبل المهرية باليمن، لهم مخلاف يقال بإسقاط المضاف إليه،
وبينه وبين عمان نحو شهر، وكذلك بينه وبين حضرموت فيما زعم أبو زيد وطول مخلاف مهرة 64 درجة وعرضه 17 درجة و30 دقيقة في الإقليم الأول. وفي مصدر جغرافي آخر يشار إلى ما يمتاز به إقليم المهرة قال الصخري: وأما بلاد مهرة فإن قصبتها تسمى الشحر، وهي بلاد قفرة ألسنتهم مستعجمة جدا لا يكاد يوقف عليها، وليس ببلادهم نخيلا ولا زرع، وإنما أموالهم الإبل، وبها نجب الإبل تفضل في السير على سائر النجب واللبان الذي يحمل الآفاق من هناك، وديارهم مفترشة، وبلادهم بواد نائية ويقال إنها من عمان. وتنتمي اللغة المهرية إلى فصيلة اللغات العربية الجنوبية الحديثة بحسب تصنيف الدارسين الغربيين، وتضم إلى جانبها كل من القطرية والشحرية والجبالية والبطحرية، وتتميز بخصائص صوتية وصرفية ومعجمية ما زالت محتفظة بها عبر أجيال تاريخية، إذ يذهب بعض الباحثين إلى أن تلك اللغات ذات أصل عربي قديم يعود إلى اللغات العربية الجنوبية القديمة مثل السبائية والحاميرية والقتبانية وغيرها. وقد لاحظ باحثون مهتمون بهذا الشأن اشتراك تلك اللغات بما فيه المهرية مع لغات تنتمي إلى فصيلة اللغات السامية في ظواهر صوتية ودلالية، مما يعزز رجحان الرأي بذلك. أما مشكلة البحث تكمن في الوقوف على ألفاظ اللغة المهرية في الشعر العربي. وأسئلة البحث: ما الألفاظ المهرية المستعملة في الشعر العربي؟ ما التغيرات الصوتية والصرفية التي طرأت على تلك الألفاظ؟ ما درجة التطور الدلالي في الألفاظ المهرية؟ أما حدود البحث فهو الألفاظ المستعملة في اللغة المهرية والواردة في ديوان ذي الرمة بتحقيق زهير فتح الله، وأيضا بعض التحقيقات الأخرى التي استعنت بها. منهج البحث هو المنهج الوصفي التحليلي، أهدافه ربط اللغة المهرية بعمقها العربي والكشف عن التباين الصوتي والدلالي بينها وبين العربية الفصحى. أما أهمية البحث فتكمن في تسليط الضوء على المفردات المهرية المستعملة ووجودها في الشعر العربي ودورها في البنية الصرفية والدلالية. هيكل البحث يتكون من مقدمة وتمهيد، والمبحث الأول الألفاظ المهرية في ديوان ذي الرمة، المبحث الثاني التغيرات الصوتية والصرفية، والمبحث الثالث وهو في تطور الدلال. عندنا بعض الألفاظ التي توقف عندها البحث مثل كلمة رحض بمعنى غسل، بكيت يقول الرمة بكيت وما يبكيك من رسم منزل كسحق سبا باك الصخوم رحيضها، والشاهد في قوله رحيضها، مادة رحض مستعملة في اللغة المهرية في صورة الفعل يقولون رحاض بالظاء، يعني هناك كما سنعرف في التغييرات الصوتية هذا ما يتميز به الظاء المهرية عن الضاد العربية الفصحى، يقولون رحاض يعني بمعنى غسل، وتراحض يعني تغسل، ورحاضم بمعنى للجماعة غسلوا. يقول ابن فارس: الراء والحاء والضاد أصل يدل على غسل الشيء، يقال رحضت الثوب إذا غسلته. قال الشاعر: مهامها أشباه كأن سرابها ملاء بأيدي الغاسلات رحيضها، أي مرحوض. والمهر يستعملون اسم المفعول مع التغيير الصوتي الذي سنتطرق إليه في المبحث الثاني، وهو مثل كل مهر حيل يعني تقابل مرحبا أي مرحوضة. عندنا من الكلمات أيضا كلمة رضخة، رضخ يقولون رضخت الحصى والنوى كسرته، ورضخت يعني رضخ المهر يقولون رضخت رأس الحية بالعربي الفصحى، رضخت رأس الحية بالحجارة. قال الخليل: والنوى كسرته ورضخت رأس الحية بالحجارة. ويستعمل المهر الفعل رضخة بالظاء وليس بالضاد العربية في الدلالة نفسها، يقولون رضخوا مثل يقول في الدارجة المهرية رضخوا يعني بالحجارة يعني بالظاء. عفوا، هل الصوت واضح دكتور عدنان؟ واضح واضح دكتور، تفضل. نعم واضح، نعم. وشبه الشاعر الحجر الصغير في قوله: كأن رضيخ المرو، يعني هو يشبه الآن ناقته في سيرها وفي مشيها في الصحراء
كأن رضيخ المرء من وقعها به خذاريف من بيض الرضيخ رضيضها. شبه الشاعر الحجر الصغير المضخ أثناء سير ناقته ببيض رضخ، يعني كسر ودق. والصورة هنا قائمة على التشبيه المرسل. أما في سياق الحرب والنزال فإن الرضخ بمعنى تهشم رأس الأعداء. يقول الشاعر: فهلا قتلتم ثأرنا مثل قتلنا، أخاكم رضخنا رأسه بالجنادل. ففي قوله رضخنا رأسه بالجنادل مبالغة في تصوير القتل الذي يفتخر به الشاعر. عندنا أيضا من الألفاظ المهرية كلمة عفر عوفر، يعني بمعنى اللون الأحمر. يقول الشاعر: بها عفر الظبائي، يتكلم عن داره، بها عفر الظبائي لها نزيب وآجال ملاطمهن شيم. وقول يصف الناقة التي يجتاح بها الصحاري ويرتاد بها أماكن مجهولة بعيدة من قليلة الماء، بها كل وحشي من الطير والسباع، بمجلوزة الأفخاد بعد قرارها مؤللة الآذان عفرا نزائغ. وأيضا في بيت آخر يقول: تسح بها بوغاء قف، وتارة تسن عليها ترب آملة عفري. فكلمة عفر في هذه الأبيات وغيرها تدل على اللون الأحمر الذي يستخدم في الحديث عن المهر. يقولون شيء عن إذا كان لون أحمر عوفر، سواء كان بالعين، هناك بعض القبائل ينطقون بالعين يقولون عوفر، وبعض الآخر يقولون يعني بإبدال العين همزة يقولون أوفر. أيضا من الألفاظ التي وقفنا عليها كلمة نازع للمهر. يقولون عن بعير مثلا إذا كان نازعا بعيدا عن القطيع يقولون إنوزة، طبعا العين تقلب إلى همزة. وفي الواقع يعني هناك فارق في الاستعمال بين العربية الفصحى لغة الشعر والمهرية، غير أن الأصل الدلالي في واحد، يعني واحد في الاستعمالين. يقول ذو الرمة مخاطبا نفسه: تحن إلى مين كما حن نازعا، يعني كما حن هذا الجمل الذي ابتعد عن داره، دعاه الهوى فارتاد من قيده فأقصر. أيضا من الكلمات التي توقفنا عليها كلمة فرع بمعنى فرع، فرعنا الحزن فرع بمعنى فرع يعني طلع. المهر يستخدمون الفعل فرع بمعنى طلع. طبعا لا ننسى أن بعض القبائل ينطقون العين ألفا أو همزة. يقول ذو الرمة: فرعنا الحزن، يعني المكان الصعب، فرعنا الحزن ثم طلعنا منه يضعن ببطن عاجنة المهارة. وقوله: وجدنا أبا بكر تفرع في العلا، يعني صعد في العلا إذا فارعت يوما على المجد عامره. أيضا من الكلمات التي توقفنا عندها كلمة نضح. يقول نضح يعني نضح الماء. يقول المهر يقولون نضح الماء، يعني من آثار، يقول الشاعر: ومن آثارك الورس نضحا نضحا كسونه، متون الصف من مطحل وناقع. يصف الشاعر ظهور الصخر التي ترشى حمير الوحش ببولها حتى قدا مثل الورق بعضه أمحى وبعضه باقي. وفي أيضا من الكلمات التي وقفنا عندها كلمة جرع بمعنى شرب. يقول الشاعر: يداوين من أجوافهن حرارة بجرع، يعني بشرب، كأثباج القطر المتتابع. أيضا من كلمات جمم بمعنى جمة الماء أو جمة البعير أو جمة البير عفوا. يستخدم المهر كلمة هذا يعني الأصل اللغوي جمم بمعنى تجمع الماء. يقول الشاعر: ومنهل آجن الجمات مجتنبا غلسته بالهبلات الهماليجي. أيضا من كلمات خطاطيف، والمهر يستخدمون كلمة خطاف يعني بمعنى الحديد الذي ينتشل به الدلو، وأيضا كلمة مكرة. أيضا من كلمات كلمة الخور، وكلمة ضلعة بمعنى عرجة، وكلمة مسيل بمعنى الماء، وكلها وردت في الشعر العربي. في المبحث الثاني تطرقنا إلى بعض الظواهر الصوتية مثل الضاد الجانبية التي أشرت إليها قبل قليل، وهي الضاد المهرية التي تنطق من جانبي اللسان، فيقولون ظا وليس ضاء. وذكرت هذه يعني ذكر ذكرت صفة هذه الضاد عند سيبويه، وأيضا علق على كلام سيبويه إبراهيم السامرائي، يقول إن هذا ما يثبت أن الضاد حرف انحرافي، يعني الضاد القديمة التي تطورت إلى الضاد الحديثة حرف انحرافي، بناء على أن الضاد التي رسمها المتقدمون
كانت عسيرة في النطق والإخراج، وهذا ما أدى إلى ضياعها وتغيير طريقة نطقها. استدرك عليه الدكتور عامر فائل، وهو من الباحثين من المهريين، يقول: نعم كانت عسيرة في النطق والإخراج، بيد أنها لم تضع، فهي توجد إلى يومنا هذا في ألسنة مهرة وظفار. أيضا من الظواهر الصوتية عندم الإمالة وعندم إشباع الحركة وعندم صوت العين الذي يقلب إلى أو يبدل إلى همزة أو ألفة. وعندم أيضا بعض الظواهر الصرفية التي استقريناها في الديوان، مثل استعمال صيغ دلالة الأفعال، مثل صيغ المطاوعة، مثل دلالة المطاوعة التي تدل عليها صيغة أنفعل، وصيغ في المهر يستخدمون أفتعل بكثرة. لكن ما يميز عذرا أفتعل المهرية؟ دكتور نعم مسعد، الوقت نعم نعم يعني حاول الانتهاء من الملخص. أبشر يا دكتور عراس. نعم أهلا، طيب شكرا أهلا. ننتقل الآن إلى الخلاصة أو الخاتمة. مجمل ما ذكر في البحث أن الألفاظ المهرية المستعملة في اللغة المهرية المنطوق بها في البقعة الجغرافية المعروفة باسم المهرة والكينة في شرق اليمن وغرب عمان، إذا لم تكن يعني هي من اللغة العربية الفصحى، إذا لم تكن تلك اللغة بمعزل عن الأصول المعجمية العربية حيث وردت تلك الألفاظ في الشعر العربي، فقد أثبتت قراءتنا في ديوان ذي الرمة كثيرا من تلك الألفاظ المشتركة في الدلالة، منها ما يتعلق بالإنسان واستخداماته، منها ما يتعلق بالطبيعة والبيئة من حوله. أما التغيرات الصوتية والصرفية التي طرأت على تلك الألفاظ، فمنها ما يتعلق بمخارج بعض الحروف مثل الضاد، كما توقفت عن كلمة نضح ورضخ ورمض وخضخض وغيرها، حيث تخرج الضاد جانبية منحرفة، وقد أشارت الدراسات اللغوية القديمة إليها، ومنها ما يتعلق بالإمالة والاضطجاع، ومنها ما يتعلق بإطالة الصوت. أما ما التغيرات الصرفية التي تطرأ على الألفاظ المهرية فتتعلق بصورة الفعل ودلالته، وقد توقف البحث عن دلالة المطاوعة مثل الفعل أنسكب، حيث يعدل المهرة في صيغة افتعل من صيغة انفعل إلى صيغة افتعل، مع الإشارة لأن المهرية تحتفظ بسمة البدء بالساكن، فيقول مثلا شتغل، ويقول مثلا شتغل وستكب وحتم. أما درجة التطور الدلالي في الألفاظ فهي تدور بين التخصيص والتعميم. التوصيات: أن الاهتمام بالتنكيب على الألفاظ المهرية في الشعر العربي يطلعنا على مستويات اللغوية العالية تتسم بها اللغة المهرية، الأمر الذي يثبت بما لا يترك مجالا إلى الشك أن اللغة المهرية وأخواتها من العربيات الجنوبية الحديثة هي لسان عربي قديم احتفظ بأصول المعجمية والصوتية والوظيفية، واستفاد من عزلته الجغرافية دون الذوبان في اللغات الأخرى. وبذلك أكون لكم شاكرا على طيب استماعكم وتقبل تحياتي، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. شكرا للدكتور مسعد على هذا التقديم والبحث الرائع الذي عاد بنا إلى لغتنا الأصلية، لغة الأم، لغة الذات، لغتنا بحر من العلوم اللغوية واللفظية. شكرا لك دكتور مسعد على هذا التقديم الرائع. بارك الله فيك دكتورة، وجزاكم الله الله خير من يسلمك. الحمد. الآن نبدأ بالبحث الثاني في هذه الجلسة، معوقات تطبيق معايير الجودة الشاملة بكليات الجامعة الأسمرية الإسلامية من وجهة نظر أعضاء هيئة التدريس كلية العلوم الإنسانية للبنات نموذجا. تقدمه الدكتورة نهى علي عبدو البحباح، فلتتفضل، وإذا ممكن مقدمة تعريفية عنك ست نهى. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله. أسعد الله مساءكم زملائي الأفاضل. أهلا وسهلا. الدكتورة نهى علي عبد البحباح، أستاذ مساعد بكلية العلوم الإنسانية للبنات الجامعة الأسمرية الإسلامية ليبيا، مدير مكتب الجودة بالكلية. الورقة، دقائق أبحث عن الورقة. ممكن الإعلام يعني يكون من عندنا الباوربوينت من دكتور عدنان؟ وجدتها.
عفوا دكتورة، نعم الآن واضح واضح. المقدمة، العنوان الباحث معوقات تطبيق معايير الجودة الشاملة بكليات الجامعة الأسمرية الإسلامية من وجهة نظر أعضاء هيئة التدريس كلية العلوم الإنسانية للبنات النموذجة. يرتبط مفهوم الجودة ارتباطا وثيقا بمؤسسات التعليم العالي والتي تبدو متداخلة في مضمونها ومخرجاتها، ولعل من المفيد تتبع منشأ الجودة كمفهوم، وهي أحد الفروع الهامة بعلوم الإدارة الحديثة، ويرجع استحداثها إلى ما بعد الحرب العالمية الثانية، حيث طبقت اليابان أسس الجودة على الصناعة فأحدثت طفرة هائلة تلتها الولايات المتحدة في الخمسينيات من القرن الماضي. ثم تطرقت أسس الجودة إلى كل الأنشطة والمهن في جميع أنحاء العالم ومنها التعليم. ولذلك حرصت العديد من مؤسسات التعليم العالي في مختلف دول العالم على تبني فلسفة ومعايير الجودة كأسلوبا للعمل بها في كافة مناحي الحياة. تساؤلات الدراسة، كانت تساؤلات الدراسة ما هي أكثر معوقات تطبيق معايير الجودة الشاملة لدى الله مساءكم زملائي الأفضل. بكليات العلوم الإنسانية تبعا لأبعاد المقياس، معوقات متعلقة بأعضاء التدريس، معوقات تنظيمية وإدارية، معوقات مادية، ومعوقات مالية. ويتفرع من هذا التساؤل التساؤلات التالية: هل توجد فروق ذات دلالة إحصائية في معوقات تطبيق الجودة الشاملة من وجهة نظر أعضاء التدريس بكلية العلوم الإنسانية للبنات حسب متغير الدرجة العلمية؟ أيضا هل توجد فروق ذات دلالة إحصائية في معوقات تطبيق الجودة الشاملة من وجهة نظر أعضاء التدريس بكلية العلوم الإنسانية للبنات حسب متغير سنوات الخبرة؟ المنهج المستخدم، استخدمت الباحثة المنهج الوصف التحليلي وذلك لملائمته لموضوع البحث وأهدافه، إذ يهتم هذا المنهج بدراسة متغيرات البحث كما هي لدى أفراد العينة دون أن يكون للباحثين دورا في ضبط المتغيرات، كما يهتم بوصف الظاهرة وصفا دقيقا ويعبر عنها تعبيرا كميا وكيفيا. فالتعبير الكمي يعطينا وصفا رقميا يوضح مقدار هذه الظاهرة وحجمها ودرجات ارتباطها مع الدرجات الأخرى. أما التعبير الكيفي فيصف لنا الظاهرة ويوضح لنا خصائصها. مجتمع البحث، تكون مجتمع البحث من جميع أعضاء التدريس بكلية العلوم الإنسانية للبنات البالغ عددهم 42 عضو هيئة التدريس من الأقسام العلمية الثلاثة. وصف العينة، اشتمل مجتمع الدراسة على 42 عضو هيئة التدريس، تم اختيار أفراد العينة عشوائيا بحجم 32 عضوا بنسبة 76% من حجم المجتمع الدراسة، وقد تبين أن عينة الإناث مثلت النسبة الأكبر بنسبة 52%، ومثل الذكور نسبة 48%، كما اتضح أن أكثر من نصف عينة الدراسة بنسبة 61% درجاتهم العلمية محاضر مساعد، ثم تليها الدرجة العلمية محاضر بنسبة 32%، والنسبة الأقل كانت 6% متمثلة في الدرجة العلمية أستاذ مساعد، إضافة إلى أن 71% من عينة الدراسة لديهم خبرة لا تزيد عن 10 سنوات بنسبة 29، وخبرتهم لا تقل عن 10 سنوات. نتائج الدراسة أكدت وقد أكدت رؤية المبحوثين أن من أكثر المعوقات والتي تعيق تطبيق معايير الجودة الشاملة بدرجة عالية تمثلت في المعوقات المالية والمادية، والتي جاءت الاستجابة عنها عالية بنسبة 84%، ثم تلتها المعوقات المتعلقة بأعضاء هيئة التدريس والتي جاءت درجة الاستجابة عنها فوق المتوسط بنسبة 75%، وأخيرا جاءت المعوقات الإدارية والتنظيمية والتي كانت بنسبة 73%. كما جاءت نتائج الدراسة أنه لا توجد فروق فردية تعزى لمتغيرات الدراسة سواء كانت من الناحية الدرجات العلمية أو من سنوات الخبرة. توصلت نتائج الدراسة إلى التوصيات التالية: 1. وضع خطة عمل لمعالجة معوقات تطبيق معايير الجودة الشاملة في الكلية. 2. تنظيم برامج تدريبية لأعضاء هيئة التدريس حول مفهوم الجودة الشاملة وطرق تطبيقها. 3.
توفير الموارد اللازمة لتطبيق معايير الجودة الشاملة في الكلية. 4. دعم الجامعة لكلياتها من الجانب المالي لتطبيق معايير الجودة الشاملة. شكرا لحسن الاستماع. شكرا جزيلا للدكتورة نهى علي عبدو من الدولة الشقيقة ليبيا، شكرا لهذه المحاضرة وهذا البحث المهم والذي هو محمل الاتجاهات الحديثة في إدارة معايير الجودة الشاملة والتي تسعى جميع الجامعات في الدول لحصول جامعاتها على الجودة الشاملة في عملية التعليم. شكرا جزيلا. نبدأ الآن مع البحث بعنوان اتجاهات الأسرة في معاملة الأطفال وتأثيرها على تشكيل شخصياتهم الاجتماعية في المستقبل، دراسة تطبيقية بمدينة القصيم. تقديم الدكتورة صابرين عوض حسن حسين، فلتتفضل تعريفية بحضرتها ومن ثم تقديم البحث. تفضلي دكتورة صبرين. أهلين، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا وسهلا دكتورة حيا الله صبرين، الجميع إن شاء الله. أهلا وسهلا بك. والله لكم جزيل الشكر دكتورة فاطمة ولكل القائمين على المحفل العلمي. شكرا لتقديمك الناجح، وشكرا لكل من ساهموا في إنجاح هذا العمل. في البداية خالص، بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الخلق سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وزوجاتي وسلم أجمعين. أعرفكم بنفسي، معكم أختكم دكتورة صابرين عوض حسن حسين، أستاذ علم الاجتماع المساعد بكلية اللغات والعلوم الإنسانية بجامعة القصيم، وأيضا أستاذ علم الاجتماع بكلية الآداب بجامعة فان هولاند بفرعها بمصر، ومشرفة على برنامج الماجستير والدكتوراه بالأكاديمية الدولية للعلوم بتركيا، وأيضا هي معتمدة من جامعة القاهرة والأكاديمية الدولية للعلوم. في البداية خالص، إن شاء الله أنا أكون مختصرة للشرايح، ويا رب يكون بحثي لطيف خفيف كده ظريف على الجميع. طبعا أنا في البداية الموضوع جالي من ناحية تدريب. إحنا طبعا كعلم اجتماع بندرب جوه الميدان، ميداننا في السعودية، في المملكة العربية السعودية الشقيقة، بتبقى ميادين كلها مغلقة على المجتمع، لأن المجتمع عندنا مغلق شوية. فكنا بندرب الطالبات الكلية في المدارس. فطبعا لما بتيجي الطالبات بتحتك بالأطفال اللي هم مستوى ابتدائي أو ثانوي أو متوسط، بتلاقيهم منغلقين جدا على نفسهم، وبتلاقيهم ممكن منفتحين جدا على نفسهم. ده بيبقى حسب اتجاهات التربية في الأسرة للأطفال. ومن هنا جاءت لي فكرة اتجاهات الأسرة في معاملة الأطفال وتأثيرها على تشكيل شخصياتهم الاجتماعية في المستقبل. فكانت عندي طبعا ال ال البداية في المقدمة، الأسرة هي اللبنة الأولى الذي يولد الطفل فيها، وهي أول المؤسسات الاجتماعية التي يتعلم منها الطفل القيم والمعايير والأسس الأخلاقية والمبادئ في التربية السليمة، كما أنها هي التي تحفظ بناؤه وتكوين الطفل النفس السليم باستخدام اتجاهات وأساليب تربوية واتجاهات والدية في التنشئة، كما تؤثر على سلوكها الاجتماعي والنفسي سواء بطريقة سلبية أو إيجابية حسب نوع هذه الاتجاهات. لذلك هدفت الدراسة إلى معرفة تأثير الاتجاهات الوالدية في التربية على شخصية الطفل الاجتماعية وأيضا الصحة النفسية له، كما بينت الدراسات والأبحاث أن الاتجاهات الوالدية السلبية تؤثر سلبا على الصحة النفسية وتشكيل الشخصية الاجتماعية للطفل. كما تساهم الأسرة إلى جانب العديد من الهيئات الاجتماعية في عملية إعداد الإنسان للحياة الاجتماعية وتكوين الاتجاهات والميول لديه ونظرته للحياة بما ينسجم مع متطلبات المجتمع وظروفه، فضلا عن اكتساب سماته وخصائصه الإنسانية عبر مراحل نموه المختلفة التي يمر بها.
وتكوينه لبنائه الذاتي الاجتماعي، فهي تمثل المدرسة الأولى التي تقوم بعملية التنشئة والتطبيع الاجتماعي للفرد، إذ تزوده بالأسس التي تبنى عليها شخصيته، فيتعلم منها كيف ينظر إلى ذاته ومنها إلى المجتمع، وكيف يتعامل مع المشكلات التي تواجهه، وكيف يتعامل مع الناس المحيطين به، كما يتعلم المسؤولية وحرية الرأي وديمقراطية القرار، وما له من حقوق وما عليه من واجبات، ويتعرف على الأساليب السلوكية التي عليه أن يمثلها كأسلوب في حياته المستقبلية. كما يحصل من خلالها على احتياجاته النفسية والاجتماعية، وتلقى أول الدروس في الخطأ والصواب والحسن والقبيح، وما يجب أن يفعل وما يجب عليه أن يفعله وما يجب عليه أن يتجنبه، والاعتماد على النفس والحب والكره والتعاون واحترام الغير، ومنها ينال التشجيع والرغبة في التعليم كما يجد المثل الذي يقتدي به في حياته. وبهذا الصدد يؤكد عدد من علماء النفس والاجتماع أن الخبرات التي يتعرض لها الفرد داخل محيط الأسرة في سنواته الأولى تعد من أهم العوامل التي تؤثر في نموه العقلي والاجتماعي والانفعالي، وفي تكوين اتجاهاته ومواقفه السلوكية، وتحديد ما يتصف به من استقرار نفسي، ومن مظاهر سلوك تشكل أساسا في تعامله الاجتماعي خارجها، وفي مواجهة المشكلات والمواقف الصعبة التي تعترضه وتعيق حسن تكيفه مع مجتمعه. ومن هنا هدفت الدراسة إلى توعية الأسرة بخطر التفرقة في المعاملة بين الأطفال، تعريف الآباء بأهمية التربية السليمة السوية مع ذكر أنماطها لخلق جيل سوي، لفت نظر الأسرة لمعرفة حق كل من الأولاد والبنات، ومن ثم أتت أسئلة الدراسة وتقوم بسؤال رئيسي: هل التفرقة في المعاملة تنشئ كره وخلاف بين الأبناء؟ ويندرج منه عدة أسئلة فرعية، وهي: هل تأثير التفريق أمر ظاهر على شخصياتهم أم يظهر بمواقف معينة؟ هل يمكن إشراك أولياء الأمور في تشخيص هذه الحالات بصدق وحياد؟ هل هناك تفرقة بين الذكور والإناث تظهر في مواقف معينة؟ هل تظهر سلوكيات الأطفال في تعاملاتهم مع بعضهم البعض عند اللعب مثلاً؟ وكانت نظرية الدراسة هي نظرية الصراع، لأنها الأنسب للدراسة طبعا. لا ننكر أن الأسر تقوم بوظائف هامة للأفراد والمجتمع كما ذكرنا سابقا، ولكنها ممكن أن تركز على مجال التفرقة وعدم المساواة في المعاملة بين الأبناء، والتمييز أيضا بين الذكور والإناث. ومن هنا تظهر الصراعات، الصراع بين الذكور أنفسهم وبين الذكور والإناث داخل الأسرة، لأن التفرقة والتمييز بينهم خلق جو من التنافس واللامساواة بين الأبناء، والذي يؤثر في الغالب على الاستقرار المستقبلي وتشكيل شخصية الأبناء داخل الأسرة والمجتمع. وتؤكد نظرية الصراع في العلاقات الأسرية على أهمية الاعتراف بالصراع ومعالجته، بدلا من تجاهله أو قمعه أو توجيه الأبناء إلى السلوكيات السوية وحجب السيء منها بأي طريقة سوية وغير مؤذية. وترتبط نظرية الصراع أيضا بنتائج دراستنا الحالية عن طريق عرض نوع من التمييز واختلاف الاتجاهات في تربية الأبناء، الذي يحدث نتيجة اختلاف التصورات بين الأجيال في القيم والسلوكيات، حيث اتضح من نتائج الدراسة أن هناك رفض وإنكار تام لثقافة التمييز بين الآباء في هذا الجيل، وعدم اتباع منهج سوي في التربية، وأن المجتمع وعاداته وتقاليده التي تدعو إلى التمييز بين الذكور والنساء لا بد من شجبها والتربية كما أقرها القرآن الكريم والسنة النبوية الشريفة، وتعود هذه العادات والتقاليد إلى أجيال سابقة، بينما يرفضها وينكرها هذا الجيل الحالي. وبالتالي يتضح أن هناك نوع من الصراع القائم على أساس المعاملة والسيطرة بين الآباء الأبناء داخل الأسرة والأجيال الحالية. وكانت هناك نتائج أخرى بعد تطبيق الملاحظة والاستبيان توضح ما يلي: فقد الثقة بالنفس والإحساس بالإهمال وعدم القيمة من قبل الأبناء الذين يفضل عليهم إخوانهم أو أخواتهم، الشعور بالدونية وأنه أسوأ إخوته من خلال عقد مقارنة بينه وبين إخوته الدائمة، زيادة فرص وقوعه أكثر من غير فريسة لعادات سيئة عند بلوغه فترة المراهقة. هناك كثيرا من الأطفال يشعرون بالتفرقة، لذلك عند الكبر نجد العقوق بين قوسين عقوق الوالدين طبعا. هناك كثير من السلوكيات السلبية يمارسها الأبناء ضد بعضهم البعض، ونجد كره دفين بينهم، السماح لأحد الأبناء بقيام فعل معين والآخر عدم السماح له، مما يساهم في زعزعة شخصيته الاجتماعية، ونرى أمامنا مرضى اجتماعيين بكثرة لديهم مرض الكذب والنفاق والتملق والفتنة. لذلك توصي الباحثة
بعد الانتهاء من الدراسة بالأمور التالية لكل الأبناء داخل الأسرة دون استثناء: تحفيظهم القرآن الكريم وتعليمهم أحكامه وسنته وحثهم بالمواظبة على الصلاة، أهمية مراقبة سلوك الأبناء، تدريب الأبناء على تحمل المسؤولية وتقبل عيوب الآخر، وجوب التوجيه الأخلاقي للأبناء من ناحية الدين، مراقبة الأبناء أثناء دخولهم على شبكة الإنترنت، تعليم الأبناء السلوكيات الصحيحة ومكافأتهم على الحسن منها وتحذيرهم من السلوكيات الخاطئة ومعاقبتهم عليها، أهمية ممارسة لغة الحوار السليمة مع الأبناء، احترام آراء الأبناء والسماح بالتعبير عنها، عدم التمييز بين الأبناء في المعاملة وتلامس العدل في أبسط المواقف، تشجيع الأبناء على الثقة بالنفس وتقدير الذات، تحفيزهم على ممارسة الرياضة بصفة مستمرة. وفي النهاية طبتم وطاب سمعكم إخواني وأخواتي الكرام. السلام عليكم. شكرا للدكتورة صابرين العفو. لاختيارها هذا الموضوع المهم جدا، وهو مهم بالنسبة للأسرة وبالنسبة للمجتمع وبالنسبة للأبناء أنفسهم. نعم، أنا البحث الآخر يا دكتور. نعم، الدكتورة صابرين ما شاء الله ساهمت ببحثين، فستتواصل معنا في تكملة البحث الثاني إن شاء الله. اللي هو بعنوان علم الطب وعلم الاجتماع الطبي ما بين تشخيص أمراض بيولوجية وتشخيص حالة المجتمع، حوار، تكامل واتساق معرفي أم تباين فكري ثقافي وحضاري، دراسة وصفية تحليلية مقارنة. فلتتفضل الدكتورة للتقديم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مرة أخرى، وأرجو من الحضور عدم الانزعاج مني، ونكون يا رب خفيفة على قلوبكم إن شاء الله. أنا إن شاء الله دكتورة مواضيعك كانت يعني شلون هي واقعية، فتحبذ الاستماع لأمور واقعية تخص حياتنا وتخص يعني البناء الإنسان اللي هي تنشئة الأطفال. ايه، الله يسعدك يا دكتورة، والله اللي بحس بيه بعمله بحث، يعني اللي انا بحس بيه من جوايا انا بعمله بحث، وحسب نعم الظاهرة نعم اللي موجودة قدامي. هو إحساس للجميع هذا الله نحن. يسعدك، أهلا الله بك يسعدك، يا أهلا. اهلين بحضرتك. البحث الثاني طبعا كان عنوانه علم الطب وعلم الاجتماع الطبي ما بين تشخيص امراض بيولوجيه وتشخيص حاله المجتمع. في البدايه مش هطيل عليكم ان شاء الله، هو بحث ظريف خفيف. انا جات لي الفكره من ناحيه برضو انغماسي في المجتمع، وحضرتك طبعا حسب التخصص بتبقي بطاري الظاهره. يعني دكتور سعدون حسب تخصصه في الشعر قال لنا الشعر وادي الرمه، او معنى اسفه الشعر ابو الرمه، ولا انا مش عارفه اسمه ايه. عامه انا حسب انغماسي في المجتمع انا حسيت ان في طبيب ناجح وطبيب فاشل، طبيب او طبيبه تحب تروحي لها وتشخصي لها حالتك او تقولي لها حالتك وتشخصك صح، والطبيب اخر مجرد مهنه بيمتهنها وما فيش بينه وبين المريض كيمياء. فذلك بنلاقي طبيب ناجح وطبيب فاشل، طبيب بيشخص طبه تبع ظروف المجتمع، وطبيب آخر لا يشخص طبه، أو بمعنى صح لا يشخص عمله، مجرد بس بيكتب الدواء وخلاص يعني والناس تخف. لكن في طبيب آخر بيسألك عن تاريخك المرضي، بيعرف إيه ظروفك، إيه العوامل، إيه الضغوطات اللي منها مثلا جال الإنسان ده مرض السكر، فبيعرف ان الضغوطات الاجتماعيه هي السبب فبيخليه يقلل من الضغوطات الاجتماعيه. في طبيب اخر بيعرف من تاريخه المرضي ان هو مثلا كان وراثه، فبيحاول بقدر الامكان ان هو يتعامل معاه كيميائيا افضل. فلذلك انا وجدت ان علم الطب متسق تماما مع علم الاجتماع الطبي عندنا. علم الاجتماع الطبي بيشخص حالات مرضيه داخل المجتمع ويعالجها، وفي نفس الوقت علم الطب بينساق ورا المجتمع علشان يعرف يشخص حالة المريض كويس جدا ويعالج. ومن هنا كانت مشكلة بحثي.
مقدما لم يكن تقابل علم الاجتماع بالعلوم الطبية منذ البداية أمرا يسيرا بين ميادين العلوم المختلفة منها الاجتماع والطب لربط المعرفة بالمرض والصحة والرعاية الصحية، بل لم يكن التدخل الاجتماعي في مجال الطب أمرا معقولا. يعني في الأول ما كانش ينفع أن أنا كعلم اجتماع أتدخل وأقول أنا هبقى علم اجتماع طبي من المختصين في الميدان الطبي. فمع تطور الحياة الاجتماعية وتداخل العوامل المتعددة في نشوء الأمراض وتشخيصها وطرائق علاجها، بدأ الانفتاح التدريجي لعلم الطب على علم الاجتماع، ومحاولة إدخال بعض العوامل الاجتماعية في تفسير الأمراض ودور المريض والعلاقة بين الطبيب والمريض وصياغة بعض المقارنات والنظريات العلمية. فمع ازدهار مهنة الطب في أواخر القرن التاسع عشر وبداية القرن العشرين، والذي كان من نتائجه الوعي بأهمية العوامل الاجتماعية في تفسير المرض وتأثير العلاقات الشخصية المتبادلة في العلاج، الأمر الذي أدى إلى حدوث نزاع بين الفكر الطبي التقليدي والحديث حسم باتجاه الأخذ بالاتجاهات العلمية الحديثة حسم بالاتجاه الأخذ بالاتجاهات العلمية الحديثة التي تؤمن بالتكامل بين العلوم. هذا من جهة، ومن جهة أخرى كان للمختصين في علم الاجتماع دور بارز في نشوء فرع جديد من المعرفة في مجال علم الاجتماع يدعى أو يسمى علم الاجتماع الطبي. وفي ظل تكامل العلوم والمعارف، يعد مجال الطب من المجالات الخصبة لكتابة الأبحاث العلمية، لأنها تحتوي على مواضيع بحثية عديدة وكثيرة، ويشهد هذا المجال تأليف العديد من الأبحاث العلمية بشكل دائم نظرا للتطور الكبير بالمجتمع وكثرة تغيراته والذي يشهده هذا العلم بشكل مستمر، كما يعتبر من المعارف الهامة والحيوية في المجتمع. فالتطور المستمر للعلوم لا يجيء دون قصد، ولكن يأتي بتدخل الإنسان في إحداث عملية التغيير والتطور هذه، وهذا لما للإنسان من أهمية في تكوين المجتمع. هذا ما جعل معظم دول العالم منذ عقود طويلة إلى فرض تدريس علم الاجتماع في كلية الطب، وهذا ما طبق بالفعل في العديد من جامعات الدول العربية والدول النامية، وأصبح علم الاجتماع الطبي من أهم فروع علم الاجتماع المتخصصة التي يتلقى من خلالها فكرة وتصورات وآراء كل من علماء الاجتماع والطب في نفس الوقت. وعند دراسة الأمراض وتوطنها في المجتمعات وكيفية القضاء عليها أو التخفيف من حدتها، يلجأ الأطباء إلى الاستعانة بخبراء أو بخبرات علماء الاجتماع، وهذا ما أكده الكثير من المتخصصين في علم الاجتماع الطبي. ومن هنا أو من هذا المنطلق سوف تتحدد مدى أهمية تكامل التقاء العلمين. فكانت مشكلة البحث أن الدراسة تبرز اتجاه التكامل ليس بين الطب وعلم الاجتماع فقط، بل بين الطب والعلوم الاجتماعية الأخرى. وعلى الرغم من أن علماء أو علم الاجتماع الطبي حديث النشأة، إلا أن العلاقة بينه وبين العلوم الاجتماعية ونظيراتها بدأ بالتطور الخطير أو الكبير، مما جعل علم الاجتماع الطبي متميزا بين العلوم الاجتماعية والسلوكية المتعلقة بالصحة والمرض. فقد أحرز تقدما ملموسا فيما يتعلق بتفسير المظاهر الاجتماعية للصحة العامة والخدمات الصحية، وفي تطوير تصاميم أبحاث متقدمة يتضمنها صياغة أطر مفاهيم ونسق المفاهيم وافتراضات وتوقعات ومعتقدات ونظريات تعزز الأبحاث الاجتماعية الطبية. وأما العوامل الرئيسية المحددة لمفهوم علم الاجتماع الطبي، فقد كانت مؤسسة الطب والرعاية الصحية وتطوير أنماط العلاقات بين الطبيب والمريض وتنوع المنظورات الصحية وفهم تأثير العوامل الاجتماعية في الصحة ومعرفة الأبعاد البيولوجية والنفسية والاجتماعية والثقافية للسلوك الصحي. وكانت الدراسة تدور حول سؤال رئيسي: ما هو التوافق والاختلاف بين علم الطب وعلم الاجتماع الطبي؟ هل هناك تشابه واختلاف بين علم الطب وعلم الاجتماع الطبي من حيث المنهج؟ ما هو الاتساق الفكري بين علم الطب وعلم الاجتماع؟ كيف يلتقي كل من علم الطب وعلم الاجتماع في العديد من المجالات؟ ما هو التطور التاريخي والحضاري لكل من علم الطب وعلم الاجتماع الطبي؟ كما هدفت الدراسة أو البحث معرفة أهمية كل من الطب وعلم الاجتماع الطبي في تغيير ثقافة المجتمع، ومعرفة أوجه التشابه بين العلمين من حيث خدمة المجتمع وزمن وجودهم. وكانت أهمية البحث تتلخص في توفير بيانات ومعلومات تساعد الأفراد وخاصة المشتغلين بالمجال الطبي على معرفة مدى اتساق العلوم وخاصة علم الطب وعلم الاجتماع، لتوضيح الرؤية لهم على مدى اتساق المعارف لبعضها البعض داخل المجتمع. فكانت علاقة علم الاجتماع بعلم الطب كالتالي:
يمثل التخصص في علم الاجتماع الطبي في وقتنا الحاضر واحدا من الميادين النامية للعلوم السلوكية، وعلى الرغم من حداثة الاهتمام بهذا الميدان نسبيا، إلا أنه شهد تطورات سريعة متلاحقة، بحيث أصبح ينطوي على مداخل ونظريات ونتائج بحثية عديدة ومتنوعة. ومن الملائم في هذا الفصل أن نقدم عرضنا أو عرضا للمفاهيم الأساسية لعلم الاجتماع، وأن نوضح في الوقت ذاته فائدة هذه المعرفة الاجتماعية لدارسي الطب. ما هو علم الاجتماع؟ سؤال هام ينبغي البدء به بالإجابة عليه، أو على الأقل الاتجاه في البحث عن هذا الإجابة، ويرجع ذلك إلى أن علم الاجتماع من اتساع وشمول وتداخل، بحيث يتعذر تعريفه للوهلة الأولى في عبارة واحدة. ولنجعل نقطة الانطلاق هي التفرقة أولا بين نوعين من العلوم، الأولى هي العلوم الطبيعية اللي هي بين قوسين الطب، والأخرى العلوم الاجتماعية، وموضوع الأول هو الطبيعة أو الكون الطبيعي أو ما يتضمنه من ظواهر مرضية أقصد، وموضوع الثاني هو المجتمع وما يشتمل عليه من وقائع سلوكية وظواهر وعلاقات تتصل بحياة الإنسان وتوافقه مع البيئة التي يعيش فيها، وأقصد علم الاجتماع. وهناك اتجاهان في دراسة العلوم الاجتماعية، الاتجاه الأول متعلق بالعلوم الاجتماعية المحددة مثل التاريخ والعلوم السياسية والاقتصاد، وهذه العلوم تعالج تخصصات متخصصة في سلوك الإنسان الاجتماعي وتعالجه، وكثيرا من اهتمامات هذه العلوم تدخل في مجال علم الاجتماع. وهناك اتجاه آخر يهتم بالعلوم الاجتماعية التي تمثل دراسات شاملة للإنسان، وتشتمل هذه الأخيرة على علم النفس والأنثروبولوجيا، وهو دراسة علم الإنسان وعلم الأثريات وعلم الحفريات، هذا للتوضيح، وعلم الاجتماع. وأما شمول هذه العلوم فهو راجع إلى الحقيقة التي مؤداها أنها تدرس الإنسان من كافة جوانبه، يعني كل العلوم السابقة اللي أنا ذكرتها بتدرس الإنسان من كافة جوانبه، فهي لا تكتفي بناحية واحدة تركز عليها دون غيرها، وإنما تستمد هذه العلوم أهميتها وقيمتها من إنها تبحث في التفاعل والتساند والمتبادل بين مختلف مكونات الحياة الاجتماعية الإنسانية. وهذا هو الإسهام المتميز الذي يقدمه علم الاجتماع بالذات للعلوم الاجتماعية الأخرى الأكثر تخصصا عن طريق تشخيص الأمراض كثيرة. فكانت مجالات الاهتمام في علم الاجتماع الطبي منذ 1950 بدأ واضحا في الولايات المتحدة وبدرجة أقل في بريطانيا، أن هناك إسهامات متعددة يمكن يقدمها علم الاجتماع للطب. مثال ذلك أن دراسة التنشئة الاجتماعية والأسرة، معتقدات الأفراد والتباين الاجتماعي، ودراسة التربية والوسط الاجتماعي والمجتمعات المحلية والمجتمعات الصغيرة، كل هذه الدراسات تلعب دورا هاما في أنها لا تعني مجرد الخلو من الأمراض، وإنما يقصد بها حالة اكتمال الجوانب النفسية والجسمية والعقلية والاجتماعية للفرد. ولقد تزايد الاعتماد على علماء الاجتماع في تدريس برامج العلوم السلوكية في كليات الطب والتمريض، وكلما تقدم الطب ازداد الاهتمام بالقضايا هذه والمسائل الاجتماعية أكثر فأكثر. الخلاصة، أصبح علم الاجتماع الطبي ميدان يجذب إليه المشتغلين بعلم الاجتماع، خاصة عندما حقق قدرة من النضج المماثل لذلك الذي حققه الطب في النواحي المنهجية والنظرية. فعندما برهن علماء الاجتماع على أنهم يستطيعون الإسهام في المجال الطبي، زاد هذا من فرص البحث الاجتماعي ورفع من مكانة المشتغلين به، وأخذ الأطباء والأطباء النفسيين وغيرهم ينظرون إليهم باحترام، وتمكن علماء الاجتماع من استغلال الفرصة المتاحة أمامهم لخدمة مهن الممارسة الطبية، وسهل عليهم مهمة الإسهام في تطوير علمهم ذاته. وتشهد القوائم البيبليوغرافية في تصنيف التراث المتعلق بعلم الاجتماع الطبي على مقدار ما أنجز من عمل في هذا الصدد، كما سهلت المشكلات المتغيرة في المجتمع في ميدان الطب نفسه، وجعلته يعمل بنظم فكرية تابعة للمجتمع. وفي النهاية أتقدم بخالص الشكر والتقدير والامتنان للقائمين على مؤتمر المحفل العلمي لتقديم المساعدة والعون اللازمين لي، وعدم الكلل والملل من أي استفسار، كما أتقدم بوافر الشكر والعرفان إلى أعضاء منصة أوريد، وخاصة سعادة الدكتور سيف السويدي على خدماته النبيلة والدعم الدائم للباحثين من كافة التخصصات، كما أخص بالشكر أيضا سعادة الدكتور عدنان قلعجي على جهوده الجبار ووجوده الدائم والمتميز بين الإلكترونية والواتساب لإتمام هذا المؤتمر بنجاح. وأتقدم بوافر الشكر لسعادة الدكتورة فاطمة البدراني لقيادتها الجلسة الناجحة، وللإخوة والأخوات والمستمعين وافر الشكر، وللجميع مني كل الامتنان. شكراً.
شكرا للدكتورة صابرين على هذا التقديم الرائع، والكعب يعني قدمت بحثين مع بعض بتواصل مستمر وبجهود يعني جهد استثنائي. طبعا البحث الأول كان يربط بين اتجاهات الأسرة وتربية الأطفال، وهو مهم جدا في غرس وبناء شخصية الطفل المستقبلية، ومن ثم دمجه مع المجتمع والآخرين. فإذا لبنة بناء الشخصية هي الأسرة وتوجه الأسرة. وكان البحث الثاني أيضا الربط بين العلوم المختلفة، وهو من الاتجاهات المعاصرة الربط بين العلوم، وهذا أيضا قد يدعى العلوم البينية، أي تربط بين أكثر من علم وأكثر من تخصص لدراسة الظواهر في المجتمع وحل المشكلات. فهي يعني مواضيع مهمة وحديثة، ومشكورة الدكتورة صابرين في هذا الربط الرائع بين علم الطب وعلم الاجتماع. شكرا على تقديمك لهذه الفكرة الجديدة. والآن مع الموضوع أو البحث الخامس بعنوان البعد الحجاجي في الخطاب الروائي للدكتورة مريم الهاشمي، فلتتفضل في التعريف بنفسها ومن ثم تقديم بحثها. تفضلي. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله، أهلا وسهلا دكتورة. بادئ أدي بدء، أتقدم بجزيل الشكر والعرفان إلى السادة المشرفين على هذه التظاهرة العلمية في صيغتيها الإلكترونية والحضورية، الدكتورة رئيسة الجلسة فاطمة البدراني، كما وأجزل الشكر إلى الدكتور الأستاذ عدنان على حسن التنظيم وعلى التنسيق والتواصل. معكم أختكم مريم الهاشمي من المغرب، أستاذة وإدارية بجامعة شعيب الدكالي وباحثة بكلية الآداب والعلوم الإنسانية بالجديدة. أنتقل إلى الدراسة الموسومة بالبعد الحجاجي في الخطاب الروائي، وهي دراسة نسعى فيها إلى إبراز حدود المقاربة الحجاجية للخطاب السردي الروائي الذي تجاوز وظيفته الإمتاعية الجمالية إلى وظيفة حجازية ترمي إلى التأثير والإقناع، لا سيما وأن الأعمال الأدبية ظلت منفتحة على ما توفره المعارف الحديثة من مناهج وأدوات هدفها الأساس تنويع زوايا النظر إلى النص الأدبي والكشف عما يزخر به من معطيات فنية وما يؤديه من وظائف وما يؤديه من وظائف أدبية وتداولية. يندرج هذا البحث في هذا السياق، إذ سيسعى إلى تجاوز المفارقة بين الحجاج والأدب، بين التخيل والتدليل، من خلال إبراز البعد الحجاجي في الخطاب الروائي. وننطلق من فرضية مفادها أن الخطاب الروائي، وإن كان التخيل عمدته وأرقى مقاصده، فإنه يحمل أبعادا حجاجية خفية ومضمرة. سيسعى البحث إلى إظهار أحد هذه الأبعاد بتتبع اشتغال الصورة الروائية بوصفها الآلية الحجاجية الأكثر تمثيلا. السلام عليكم، يعني الصوت واضح؟ صوت واضح. نعم أستاذ نعم محمد، نعم حيحاول أرجو إغلاق مشاركة الشاشة، بارك الله فيك. نعم واضح الصوت. لو بس تعيدين مشاركة الشاشة أستاذة مريم. دكتورة مريم تفضلي. نعم تفضلي. الشاشة يعني واضح، الشاشة واضحة. نعم، واضح، تفضل. سنبحث في طبيعة الصورة ومكوناتها ووظيفتها في رواية سنترا للكاتب والمفكر المغربي حسن أوريد.
ونظرا لتشعب الميادين المعرفية التي تصدت لمصطلح صورة، وجدت أنه من العبث محاولة حصر هذا المصطلح في تعريف واحد، وهو بالطبع ما لا يتسع له المقام أيضا الحيز الزمني المتاح. لذا سأهتم بإبراز أبعاد تناول الصورة للوقوف على المفهوم الخاص الذي ننطلق منه في دراستنا، وهو الصورة السردية أو الروائية، وسأكتفي بتحديد مركز يسعفنا في إدراك كيفية تشكل الصورة في الرواية. مفهوم الصورة الروائية: تخضع الصورة الروائية للمواضعات النوعية، ولا يمكن البحث عنها خارج سياقها النصي، بمعنى أنها تشكيل مرتبط بلغة الحكي وأساليبه، تمتزج بالمكونات النوعية للرواية، وتتعذر قراءتها وتأويلها دون استحضار مجموعة من السياقات التي تتضافر في تشكيلها، يتقدمها السياق النوعي الأجناسي ثم النصي، اللذان يكشفان خصوصية الصورة الروائية إلى جانب سياقات أخرى كالسياق اللغوي ثم البلاغي، انتهاء بسياق التلقي، وفضلا عن السياق الخارجي غير اللغوي الممثل لمجمل الظروف المشكلة للخطاب، وهو ما يستدعي منا الوقوف بشكل مركز عند السياق العام لظروف كتابة رواية سينترا الصادرة سنة 2015. سياق الكتابة: عرفت البلدان العربية تحولات سياسية مترعة بالتغيرات، لا سيما في العقد الأخير على مستويات متباينة، إذ توالت الانتفاضات والاحتجاجات معلنة عن ثورة الربيع العربي بكل تداعياتها وتحدياتها، فكان من الطبيعي أن يساير الكاتب العربي والنص هذه التغيرات وتأثيراتها. تفاعل حسن أوريب مع واقع الربيع وما شهده من أحداث سياسية ومتغيرات مهمة في المكون السياسي والاجتماعي للمجتمع المغربي، وحاول أن يرصد الأعطاب التي تجسدت في شعارات الحركات الاحتجاجية، ومنها حركة 20 فبراير التي كان من الداعمين لها ولمطالبها الديمقراطية، والتي راهن عليها لتنقل الوعي الجمعي المغربي من وعي بالذات إلى وعي من أجل الذات. تنغلق رواية سنترا على مجموعة من الإشارات السياسية والفكرية التي تفصح عما يفكر فيه الكاتب. تتابع سنترا بداية انهيار منظومة الاستعمار انطلاقا من مؤشرات تاريخية ترصدها ضمن جدلية تطور وعي البطل عمر بن منصور، عميل لدى فرنسا يحمل في البداية رؤية خاصة عن هذا البلد ودوره في الإصلاح، تربطه أيضا علاقة خاصة مع أحد قادتها سيكلفه بمتابعة أخبار سنترا وأخبار السلطان الشرعي وولي عهده قبل انخراطه الكلي في العمل الذي ساهم فيه فضاء سنترا. تجسد هذا الفضاء نقطة عبور من الوعي المسطح الذي انطلق منه البطل نحو وعي تاريخي مؤمنا بقضية التحرير والتحديد. تعتمد الرواية على الزمن الدائري، فالإشكالات التي واجهها البطل لا زالت قائمة، والبنية التي كانت في الفترة الاستعمارية لا تزال حية إلى حدود الزمن الروائي لسنترا، وهذا ما يجعل السرد يضطرب في القسم الأخير من الحكاية، فنلفي البطل في غرفة الإنعاش عندما يعود بعد 60 سنة لم يعد يقوى على ضغوط الحاضر ومتغيراته. يقوم مجموعة من الأشخاص بتطبيب وعيه عبر الأشعار الرمزية للأدب، فبن منصور هو الوحيد القادر الذي يربط الماضي بالحاضر، وهو في الوقت ذاته الدليل على الوعي المركب الذي يحتاجه الكاتب الضمني ليخرج من الذهول السياسي العام للمرحلة، ولكي ينجح المغرب في رهانه على الحداثة الواعية المنبثقة من التجربة الخاصة بالبلاد. صورة المكان: شكل المكان التجربة الأكثر فاعلية في ولادة فكرة المراجعة عند بطل الرواية بعد تردده على فضاء سنترا، وهي حانة من طابقين رأت النور في الأربعينيات بمدينة البيضاء، ظاهره اللهو والمتعة، ولكن دهاليزه كانت مقرا لمجموعة من المثقفين والمناضلين المؤسسين للحركة الوطنية. وحتى يتسلل إلى قراءة المكان قراءة واعية تؤدي إلى فهمه على نحو صحيح، سنركز على طريقة تشييده انطلاقا من اللغة الموظفة لوصفه، ومن خلال تتبع مسار عمر عندما يلفي ذاته محصورا بين عالمين يتميزان باختلافات. فهذه العلاقة بين الشخصية والمكان أنتجت خطابا تقويضيا حجاجيا قاد إلى بروز وعي فجائي أسهم فيه تغيير مسار الشخصية الذي بدأ بالنفور ودللت عليه ملفوظات النفي. لن يضع بن منصور رجله ثانية في كباري سنترا، آل على نفسه ألا يضع رجله في سنترا وانتهى بالإذعان. أدرك بن منصور أن المكان ساحة وعي وليس قصف وله. هذه الاختلافات تسهم في تنامي البنية السردية، وعندما يهيئ المتلقي أفق انتظاره لاستقبال أحداث تالية تتوافق مع المؤشرات النصية المتمثلة في الملفوظات المنفية، سيجد أن الحالية المجازية المتمثلة في الشخصيات الثانوية ستمارس تأثيرها بأبعاده الثقافية المختلفة على الشخصية المحورية، وهو ما يعلنه الملفوظ الاستدراكي الذي شكل عدولا في مسار الشخصية ومؤشرا على التناغم بين القيمة المضمونية
والمظهر الأسلوبي. فالسارد عندما يقول أدرك أن سينترا ساحة وعي، فإنه يؤكد إيمانه بدور هذا الفضاء بوصفه محفزا على بداية التطور في شخصية البطل ووعيه بذاته وبالعالم من حوله. وتبدو أعلى درجات هذه القيمة حين يكون المكان جزءا من بناء الشخصية. ننتقل إلى الصور الجزئية المشكلة للصورة الكلية. هذه هي الملفوظات التي تكون الصورة الكلية، الملفوظات الجزئية. من أجل الوصول إلى الصورة الكلية، قمنا بمتابعة الصور الجزئية لهذا المسار التحويلي ورصد البعد التأثيري للمكان من خلال 3 محطات بارزة ارتبطت بأزمنة مختلفة. لجوا بالضحك وهم يمشون في ليل بهيم نحو وجهتهم، غشوا بناء متآكلا وبدل المكان كابيا. جاء في استهلال الرواية سنة 2014، كان الليل قد ألقى بسجوفه إلى آخره، كان هذا في وسط الحكاية سنة 1974. وأما في نهاية الحكاية بدا له المكان كما لو خرج من حرب مهمل، وهذا في نهاية الحكاية. تعكس الملفوظات 3 صور: الثبات والتحول، المكان الذي يوازي تحول الشخصية. والملاحظ أنه في كل محطة تتكرر المقدمة الإحالية للمكان تعرفه تعريفا عهديا ذهنيا، لأن رؤية السارد رؤية عالمة. ثم إن تكرار لفظة المكان لا تعوض لفظة الأولى، ولكنها تجدد صياغتها وتشحنها بدلالات متدرجة ذات الأبعاد العاطفية التي ستنكشف مع التحولات في الطبيعة الشخصية من علاقة انفصال إلى علاقة اتصال. أولى المؤشرات الهامة في الملفوظات 3 هو تقديمها في تركيب سردي ضم المكونات السردية 3: الشخصية، المكان، والزمن، الذي كان محددا في الملفوظين الأول والثاني دون ما الإشارة إليه في الملفوظ الثالث، بل تم تعيينه من خلال دال الساعة لها نقط الحذف. ثم هناك الفعل الدال غشية الذي تكرر في الملفوظين المتفضلين دونا عن الآخر. ومن دلالات هذا الفعل الزمن، فنقول غشي الليل أظلم، والقوة أيضا، غشي الموج عما هو شمله، غشي المكان أتاه. وفي سياق النص نجد أن الفعل قد تضمن كل هذه الدلالات. غشي بالمنصور كان من الممكن للكاتب أن يعدل عنه بدخل، ولكنه أراد بناء نموذج البطل وما يتميز به من قوة وظهور مستمدة من علاقته بالمعمر، فساعده الفعل في بناء دلالة رمزية شديدة الثراء، وغدا فعلا مرنا يقبل العديد من التأويلات. بدل المكان كابيا، عفوا، بدل المكان كابيا نقول نار كابية. بدل المكان كابيا نقول نار كابية، نار مغطاة برماد، وكأن المكان يتهيأ لاندلاع ثورة ما. وما يرجح هذه الدلالة الوجه البلاغي الذي مثلته سينترا، مجاز مرسل علاقته الحالية. وتتفرع عن هذه الاستعارة البنيوية أخرى تشخيصية، ديكوره الجهم الذي يبعث على النفور، والجهم هو العابس الوجه المقطب الجبين. ويتضح لنا بعد استجلاء الأبعاد الدلالية لهذه الصورة أن الباب ما هو إلا عالم سينترا بشخوصه المثقف والعامي، القوة الصامدة في وجه الآخر المعمر، والنفور منه يعكس حالة الصراع الذي تعيشه الشخصية. فتغدو في موقف بالغ التعقيد عندما تجد نفسها في مواجهة معطيات عالم لا تعرفه، ويتناقض بشكل حاد مع عالمها، فيصير فضاء سينترا فضاء إشكاليا بالنسبة للبطل، ويكتسب سمته الإشكالية من الصورة المزدوجة وعين وله. تنماز سينترا بسرعة المراوغة التي توجه أفق توقعات المتلقي صوب أحداث ذات مؤشرات نصية قبل أن تفاجئه باتجاهات صوب مسارات درامية مختلفة. فلا يتردد السارد متتبعا مسار عمر وهو ينصهر في المكان ليصبح جزءا منه، معبرا عن نفسيته ومنسجما مع رؤيته للكون والحياة وحاملا لأفكاره. وما إن يكتشف عمر المكان وطبيعة المكان حتى تستعر وطنيته ويشب معها وعيه، غير أن هذه المرسة تخبو في الملفوظ الأخير، وهو مشهد وصفي عميق المغزى أسهم كثيرا في إبراز الأزمة الوجدانية التي عانى منها عمر بفقدانه المكان سينترا الذي اختفى بمعية الزمن وتشوهت ملامحه لتعود حالة النفور من جديد. وكأن التاريخ يعيد نفسه، لكن بالمنصور لم يعد بطاقة الأمس، والواقع أصبح يبعث على اليأس والصمت. وبفقدانه للمكان يكون قد فقد وعيه، لكن الحاضر يأبى أن يخفت هذا الوعي. وبالرغم من إصراره على الصمت والتآكل وهو ما عاكسه الملفوظ الأول، فالحاضر برغم راهنيته القاتمة دال الليل يحاول بعث جدوة الأمل من تحت هذا السواد وإحياء الوعي الخامد. وتكتمل الصورة النهائية للمكان التي ارتبطت ارتباطا وثيقا
بدلالة الصورة البصرية في الغلاف، حيث بدا العنوان الأول كابيا منطفئ يسطع نوره مرة أخرى، وفي سطوعه تكمن رمزية الوعي السياسي وإعادة ترتيب الخطط من أجل بلد آمن. ازداد الإشعاع الدلالي لهذه الصورة عندما نقرأ في الغلاف الخلفي للرواية سنترا مكان لا يتغير، وشخوص تسكن أدوارا وأدوار تسكن شخوصا لتطرح قضايا ملحة حول العدالة والذات والآخر، حملها الجيل الذي قارع الاستعمار وانسلت في غفلة من الزمن بعد جيلين في لبوس الإبداع والهزل والفكر، عادت مع ما اكتنفها من مناطق ظل مستترة أو متواطئ بشأنها. هكذا إذا تنطق نصوص سنترا باللغة نفسها التي تعبر عنها صورة الغلاف وواجهته الخلفية والعنوان والاستهلال، فتستنفر القارئة مباشرة لإدراك مرامي المؤلف، لأن الأمر يتخطى بكثير من البنية السطحية للرواية، يعانق قضية وطن وحرص الروائي على هذه القضية، محاولا إقناع الجيل الجديد بالعودة إلى الماضي والتأمل فيه بهدف تغيير الحاضر وتحديثه، وذلك بالأناة واليقظة اللتين تتطلبهما حساسية المرحلة الانتقالية وبتجاوز أعطاب الماضي وأخذ العبر من المثال التاريخي. خلص البحث إلى مجموعة من النتائج، أولها أن الصورة الروائية تحضر في المدونة بوصفها جمع عناصر غنية ومتنوعة تتواشج برباط ظاهر أو خفي لتؤسس مكونا من أخصب المكونات الحجاجية. لا تنبني الصورة في الرواية على تضافر العناصر البلاغية من تشبيه واستعارة ورمز فقط، وإنما تتأسس أيضا بالاعتماد على طرائق معينة في الحكي وعلى المكونات السردية وأشكال تقديم الشخصيات وتراكم المعلومات حولها وإبراز الأحداث وتأطيرها في المكان الذي تدور فيه وتحديد زمن معلوم لها. فعملية الاسترجاع والاستباق مثلا تحدثان خلخلة في البنية الزمنية تنتج عنها استراتيجية بلاغية هي التقديم والتأخير، وهي وجه من وجوه الصورة الروائية، وأيضا توجيه الحوار الخاضع للسلطة السرد التي تؤيد أطروحة النص، الشيء الذي يجعل من التعددية الصوتية واللغوية تقنية شكلية تخدم قيم الانفتاح والتعدد والتعايش والوحدة. فهي لا تعكس رؤى متعددة بقدر ما تعكس رؤية واحدة هي رؤية الكاتب الضمني، وهو ملمح يعززه مكون الشخصية التي حاول الكاتب تقريب صورتها من القارئ حتى تكتمل رؤيته للكون الروائي، فجعل صورة هذه الشخصية تتلون بتلوينات ثقافية تمكن القارئ من اكتشاف ملامحها وسلوكياتها وعاداتها وأحوالها من خلال الرواية كلها ومن خلال الصور الجزئية التي مثلتها الشخصيات المتكررة، لا سيما منها المثقفة التي تحمل التصور الفكري للشخصية المحور وتمثل نموذج الوعي المركب الذي يدعو إليه الكاتب. وتكرار حضور هذه الشخصية الحاملة لرؤية الكاتب يعد تقنية حجازية ساعدت على تأكيدها وترسيخها في ذهن المتلقي. يمنح السارد فضاء سنترا سطوة الحضور بوصفه آلية حجاجية مهمة، فهو الوعاء الحامل للوعي السياسي وملتقى النقاش وطرح القضايا التي تهم المستقبل والوطن، وتحضر بعض الإشارات المؤسسة لصورة المكان محملة بثقل دلالي مشحوذ بالإيحاء التصويري، مما يدثر المكان بغلالة الحقيقة الممتدة من مجازيته المرتبطة بالحال فيه. فقد مارست الشخصية بمعية المكان خطابا حجاجيا تجلى من خلال التمثيلات الفكرية والتركيبات الشكلية ليتحول المتن برمته إلى خطاب حجاجي يشتغل على ترسيخ مفاهيم إقناعية جديدة في وعي المتلقي بوصفه طرف الحجاج الآن. عززت هذه الدراسة اقتناعنا بفعالية مقولة بلاغة جنس الرواية بوصفها معيارا تحليليا لقراءة الخطاب الروائي المعاصر وفق الدراسة البلاغية الحجاجية الجديدة التي مكنتنا من إبراز بلاغة الصورة في كليتها وتكامل أشكالها وملامحها الجزئية، بعيدا عن النظرة التجزئية للصورة البيانية المفردة أو النظرة التي تحصر التحليل في بنية الجنس الروائي ومكوناته النوعية على حساب المقاصد والمضامين. فالرواية نسيج متكامل يتشكل من ائتلاف هذه المكونات وتمازجها دكتورة مريم، وفاعلية. أحب التذكير بيعني طيب وقت تجاوز الوقت المحدد. نعم دقيقة وأنتهي، نعم وتمازج فاعليتها في الوقوف على أدوار الخطاب الروائي الجمالية والاجتماعية والإنسانية بوصفه خطابا تخييليا حجاجيا أنتج في سياقات أنتج في سياقات وظروف معينة
ويحمل أبعادا ومقاصد محددة تجعله قادرا على التغيير الاجتماعي والإنجاز المعرفي فضلا عن وظيفته الإمتاعية عفوا. أجدد شكري وأشكركم على طيب استماعكم، والسلام عليكم ورحمة الله. شكرا جزيلا للدكتورة مريم العافي في تقديمها هذا البحث الرائع عن الرواية وأهمية الرواية في تطوير الفكر الإنساني والسلوك الإنساني. الآن نتقدم ببحث جديد بعنوان بنية الزمن في الرواية النسائية العربية، رواية أن تبقي لخولة حمدي نموذجا، تقديم الدكتور محمد حيحاوي، فليتفضل بتقديم نفسه ومن ثم تقديم بحثه. دكتور محمد، دكتور محمد الصوت معكم. نعم، السلام عليكم. السلام ورحمة الله. إذا شكرا جزيلا السيدة رئيس الجلسة الدكتورة فاطمة صالح البدراني، والشكر موصول كذلك للدكتور عدنان على المواكبة التقنية و المواكبة التقنية للأطوار في المراحل التجريبية، وكذلك الشكر موصول لفريق الدعم الفني، والشكر كذلك لمنصة أريد على هذه الفرصة الطيبة التي سوف نحاول من خلالها تقديم ورقتنا البحثية في بنية الزمن في الرواية النسائية العربية، وسنتخذ نموذجا لهذه الدراسة في بنية الزمن، نموذج رواية أن تبقى للكاتبة التونسية خولة حمدي. إذا أولا سوف أعرف بنفسي، محمد حيحاوي أستاذ وباحث بمختبر علوم اللغة والخطاب والدراسة الثقافية بجامعة شعيب دكالي، ومهتم بالتحليل ودراسة الخطاب، ولا سيما دراسة الخطاب الروائي النسوي. إذا على بركة الله سوف نحاول أن نحدد أهمية الزمن في العمل الروائي، باعتباره يتخذ أو لا يستقيم الخط السردي بدونه، فهو يبرز جوانب الحياة والأحداث التي ترتبط بالشخصيات داخل النص، فيتشكل بتنوع حالاتها ومسارات أحداثها، وبالتالي نلمس الأهمية البالغة للزمن وسيرورته في بناء العمل الروائي، وبدونه يستعصي الحكي ويمكن القول إنه ينعدم ولا يستمر. إذا نسعى في هذه الورقة البحثية إلى استكشاف الزمن ودلالاته، وفي الرواية أن تبقى التي يتراوح الزمن بين زمن نفسي وزمن فلسفي، ينهل من الحالة النفسية للشخصيات التي تغوص في الكاتبة باستكشاف مكنوناتها وتطلعاتها، لتطلع التقنيات الزمنية السردية بمهمة رسم صورة ودلالة صور دالة تسمح للدلالات المتجددة بنقل الزمعان الزمن النفسي والفلسفي والأدبي. وعليه نطرح تساؤلات آتية: كيف تعاملت خولة حمدي مع تقنيات السرد المتصلة ببنية الزمن؟ وكيف تفاعلت الأزمنة داخل النص؟ هل استطاعت خولة حمدي توظيف بنيات الزمن بصورة تؤسس لكتلة سردية منسجمة ومترابطة؟ أو أخلت بالنسق السردي للرواية؟ وكيف تحاورت الأصوات في النص حول القضايا المطروحة عبر تعدد الأزمنة؟ وبغية التحقق من هذه التساؤلات، نقوم بتتبع بنيات الزمن السردي في المتن الروائي، وتطبيق الحركة الزمنية في أن تبقى عبر رؤية بنيوية، لا سيما أن روايتنا قيد التحليل تنفتح على الزمن الروائي والزمن الواقعي، وحمل الكاتبة هاجس مسايرة الزمنين عند إنتاج روايتها، ويعطينا معالم حول اختلاف الزمن الواقعي خارج النص والزمن الروائي الخاص بالنص، حيث إن الأول أي الواقعي سابق في الوجود ومنساب منذ الأزل، أما الثاني أي الروائي فهو ليس حقيقيا، يعمل كاتبه على ترسيخه في أذهاننا حتى يصير حقيقيا حسب الأحداث الواقعية أو الخيالية، ليتبلور من خلاله الزمن النفسي والزمن الفلسفي.
ويمرر عبرهما الكاتب رسائل وانتظاراته التي يأمل تحقيقها في الواقع. إذا النسق الزمني ودلالته في رواية أن تبقى، سنحاول التعريف أولا بالكاتبة. خولة حمدية كاتبة روائية تونسية من مواليد 1984، ومن أشهر مؤلفاتها رواية في قلب أنثى عبرية. بدأت خولة حمدي رحلتها الأدبية بكتاب أحلام الشباب سنة 2006 الذي نشر إلكترونيا، وأصدرت بعد 6 سنوات رواية الورقية الأولى في قلب أنثى عبرية. أصدرت كذلك خولة حمدي كتاب غربة الياسمين في عام 2015، تاليها رواية أن تبقى التي تتناول تفاصيل الهجرة غير الشرعية، وأصدرت في عام 2017 رواية أين المفر، يلي ذلك رواية أرني أنظر إليك. تدور أحداث الرواية في زمنين مختلفين بين الماضي والمستقبل في فرنسا عام 2035، أين يرشح خليل الشاوي المحامي الفرنسي نفسه لانتخابات البرلمان الفرنسي. فهو عربي من تونس، لكنه يتنكر لهويته العربية ويعتبرها نقطة سوداء في حياته. يقنع نفسه بأنه لا فارق بينه وبين أي فرنسي من أصول أوروبية ويمتلك نفس الحقوق. أثناء انشغاله في تحضير الانتخابات يرسل له طرد يحتوي فيه رسائل من أبيه تعود للماضي، يروي في الرسائل قصة هجرته غير الشرعية من تونس إلى فرنسا آملا أن يحظى بحياة أفضل هناك. تشكل قصة هجرته المؤلمة بداية من ركوبه لقوارب الموت حاملا أحلامه وأمانيه وصولا إلى عفوا عفوا استاذ محمد، نعم العرض التقديمي لا يتحرك، نعم الشاشه الثابته على الصفحه. نعم 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 تفضل. إذن كما قلت قد يرسل له طرد يحتوي فيه رسائل من أبيه تعود للماضي، يروي فيه تفاصيل قصة هجرته غير الشرعية من تونس إلى فرنسا آملا أن يحظى بحياة أفضل. تشكل قصة هجرته المؤلمة بداية من ركوبه لقوارب البحر حاملا أحلامه وأمانيه وصولا إلى تحطم تلك الأحلام عند وصوله إلى فرنسا ليعاني من التشرد والضياع وفقدان الهوية. أما عن الخيط الناضم بين الذي يربط بين غربة الياسمين الرواية السابقة وأن تبقى، فهو ظهور المحامي رنيم والدكتور عمر، حيث كان ظهورهما مناسبا لأحداثهم مستكملا لقصتهما في الرواية السابقة. في نهاية الرواية بعد استكمال خليل قراءة رسائل أبيه يدرك قيمة هويته العربية التي كان مستنكرا لها وقيمة اتحاد العرب في غربتهم بشكل عام وفي أوروبا بشكل خاص. سوف نمر الآن إلى عتبات الزمن. إذن يسجل عنوان الرواية أن تبقى التي بين أيدينا حضورا للزمن المتجسد في البقاء، وهو صراع مع الزمن من أجل البقاء إلى حين حدوث الفعل وتحققه في المستقبل. فالرواية عبارة عن رحلة زمنية تجيب عن فكرة الرغبة في البقاء، فأن تبقى على حالك أمر مستحيل. كما عمدت هنا الروائية إلى أن تجعل صيغة هذه الرواية على شكل فعل يسبق أداة أن المصدرية. فالأصل في هذا العنوان هو أن أريدك أن أريد منك البقاء، فيحقق فيها الزمن يتحقق فيها الزمن في المضارع ويستمر إلى المستقبل. وهنا كان هذا الحذف بليغا، فكان الحذف أبلغ من الذكر. ويلاحظ كذلك البعد الزمني الطاغي على الرواية، تكثر فيها الإشارات الزمنية التي تساهم في إظهار تفاصيل الأحداث. على سبيل المثال الحصر، شتاء باريسي، رأس السنة التي يحل موعدها بعد أسبوعين وغيرها. البناء المتعدد الزمني في الرواية، يؤسس البناء الزمني في روايتنا خطا زمنيا متعدد الأشكال وغير متسلسل، فلا يلتزم هذا البناء بترتيب أحداث القصة المنطقي كما هو الحال في البناء التتابعي، ونلمس وعيا مختلفا للزمن حيث ينبثق الزمن فيها من استشراق المستقبل بطريقة خاصة. ويظهر هذا الزمن المتخيل بداية في العتبة الزمنية للرواية لتوحي بأنها غير حقيقية وتنبع من خيال صاحبة الرواية، فتوضح الزمن بدقة في قولها: السبت 15 ديسمبر 2035 الساعة 6 مساء. وتكشف لنا نقطة في البداية المتخيلة زمن الحاضر السردي الذي تقوم عليه الأحداث، ويغوص عبره السرد في أعماق الماضي ويتجه أيضا تصاعديا نحو المستقبل. ويمكن القول إن بعض النماذج التي قدمتها الرواية الجديدة انطلقت من مشاهد سردية حيث تبدو ظاهريا مرتبكة ولا تنتمي لخط زمني محدد، ولكنها تصنع مسارها عند تحليلها والوقوف أمام تقنيات بنائها، فهي إما أن تعبر عن الارتباك الحاصل في واقع مسارات الأحداث في الحياة من حولنا، وتعمل هذه التقنيات السردية على تكسير منطق الزمن وروتينه ويعطي إحساسا بتداخل للأزمنة عبر ماض وحاضر ومستقبل،
عبر الانتقال بين مختلف الأزمنة. حركة ترتيب الأحداث في رواية أن تبقى. الترتيب الزمني، يختلف الترتيب الزمني في الواقع والرواية، حيث يغيب التطابق بين نظام سير الأحداث المنطقي المتسلسل والترتيب الذي يختاره الروائي. وبترصد زمن الخطاب في البناء الداخلي نجده لا يتقدم نفس الترتيب مع زمن الحكاية، حيث تتشابك أزمنة الحكاية مع زمن الخطاب بصورة لا تخضع لترتيب منطقي. إذا اعتبرنا أن تبقى لوحة فنية تعرض صورة الحي في الغبن برسم ظلال تجريدية للغربة كحالة تخترق المكان والزمان لتؤجج زوايا الذاكرة لدى الشخصيات وتختزل ملامح الحياة في نقطة سوداء تحمل دلالات الفقر والتهميش وعلاماته الكثيرة. وإذا اعتبرنا تمصل التشكيل الزمني وتقنياته العاملة في خاصية زمني الخطاب المفارق لزمن القصد باعتبارهما أدوات رسم ملامح المعيش اليومي، فإن لكل منها وظيفة تحمل خاصية الاستقلالية الوظيفية من جهة، وتعمل في النسق العام لتشكيل دلالة الرؤية الفكرية للرواية من جهة أخرى. إن التركيز على أداء الذاكرة في عرض المتواليات السردية وتساوي الأفعال يغرق في زمن نفسي لا تطاله إمكانات الحساب الرياضي والتقدير الفلكي، ويحل الائتلاف بين الأحاسيس محل التعاقب، وهو ما أسماه بيركسون بالمدة، أي إنها ذلك الزمن الذي يتناول الأحاسيس بحيث تختلط الأزمنة وتغيب ملامحها، وذلك ما يعكس استراتيجية الإيقاع الزمني في رواية أن تبقى. يظهر اختلال معنى الزمن في حياة الشخصية الأساسية الذي يمثل نمطية الإنسان العربي عبر تداخل خطية زمن السرد وتكسيره الذي كان صورة من خاصية لا ترتيب في زمن الذاكرة المسيطر على حركة السرد، حيث لا تخضع الذاكرة لمنطق التعاقب الطبيعي والترابط بين الأحداث ضمن الذاكرة. فهنا الأمر يتعلق بوضعية نفسية للإنسان العربي تجاه السلطة مختلف تشكلاتها. إنه اختلال الإنسان العربي القابع في ظلمات الخوف والقهر والمكافئ على نفسه يجتر أحلام العيش الكريم من بقايا الحلم الجميل في الفردوس الأوروبي، فاقدا وعيه بالزمان، وهو ما يعكس فعلا اختلال معنى الزمن في الوطن العربي من خلال النص الروائي في أن تبقى التي تستدعي حضورا قويا للزمن الاجتماعي. إن حركة الذهاب إن حركة الحركة ذهابت ذهابا وإيابا على محور السرد الذي يتوقف عندها السرد المتنامي ليفسح المجال لمقاطع الاستذكار والاستباق تشكل مفارقة سردية، حيث توقف استرسال الحكي المتنامي وتفسح المجال أمام نوع من الذهاب والإياب على محور السرد انطلاقا من النقطة التي وصلتها القصة. وتقضي المفارقة بعدم التطابق بين زمن القصة وزمن السرد، وينشأ عن الحركة الدائبة على محور السرد مقاطع الاستذكار والاستباق كشكلين أساسيين لحركة تنسيق الأحداث وفي مسار السرد، وهو ما نجده في رواية أن تبقى عبر الاختلاف في ترتيب زمن الأحداث بين التقديم والتأخير عن طريق تقنية الاستذكار أي الاسترجاع والاستباق أي الاستشراف، وبالتالي حضور مفارقة زمنية. الاستباق النوع الأول من الفرق الزمنية، يحاول فيها السرد باستباق أحداث قبل وقوعها في زمن السرد ليؤدي وظيفة السباق المتواليات السردية قبل أوان وقوعها. وإذا أمعنا النظر في المتن المدروس فسنجد أن هذه الميزة الاستشرافية تجعل حركتها الزمنية أكثر تعقيدا، مساهمة في تداخل الترتيب الزمني الذي ينطلق من النقطة الصفر أو اللحظة الآنية للسرد في اتجاهات مختلفة نحو زمني الماضي والمستقبل. يليه كذلك كأزمنة فرعية أو في محور السباق، هناك السباق كتمهيد. يمهد هذا النوع من السباق في المقطع السردي لحدث ذي أهمية لدى السارد، كما هو الشأن في المثال الآتي: نحتاج إلى ربان يأخذنا إلى البر، ولو تخلصنا من الشرفين لضعنا في هذا البحر حتى نهلك. نجد شخصية نادر الشاوي تمهد أحداث النهاية في عرض البحث البحري، وتستبق الضياع في حالة الثورة ضد القائمين على الرحلة غير الشرعية. ثم هناك السباق كإعلان، نجد من بين السباقات الواردة في متن الرواية السباق السرد لمصير الفتى المتشرد لوكا بعد نهاية فترة التشرد. يعني تقريبا انتهى الوقت يعني. أظن أخذنا 11 دقيقة، إذا نعم. سوف أتجه مباشرة إلى خاتمة لتقديم النتائج. إذا لقد اشتغلت المؤشرات الزمنية في الظاهرة في مستوى البنية السطحية على إبراز دلالات الزمن الاجتماعي والزمن التاريخي الذي استدعته الرواية بطرحها لقضايا تصور انهزامية الإنسان العربي في العصر الحديث، حيث استخدم الراوي في طرح لأحداث الرواية
على عودة للماضي عن طريق تقنية الاستذكار بنوعيها، حيث ثار الاستذكار بكثرة وقابله قلة في السباق، فلا نجده إلا في بعض التوقعات لمصير الشخصيات، كما حضرت تقنية الخلاصة في الرواية بنسبة متوسطة، فلم تكن بالكثرة ولم تكن بالقلة. أما تقنية الحذف فكان وجودها قليلا في الرواية، ذلك لأن الرواية أن تبقى تقوم على رزمتين من الرسائل، والرسائل غالبا ما تكون ذات طابع تفصيلي واسترسال في الحديث، دون إغفال توظيف خول الحمد الكثير من المشاهد والمقاطع الحوارية وحضور الوقفة من خلال اتجاه السرد للوصف في الرواية الذي كان في غالبية مرتبطا بالشخصيات. إنه بواسطة اشتغال كل تقنية تواصل وترتيب المتوالية السردية ضمن برنامج موجه يمثل نسق أفكار ظاهرة مباشرة أو متخفية خلف بنية الشكل الروائي، تعاملت رواية أن تبقى مع الزمن، ففرضت عليه طريقة يتماشى فيها مع الرؤية الفكرية المتضمنة لها، ولتشكل في الآن نفسه إيديولوجية الرواية ضمن نسق الروايات الاجتماعية السياسية المعالج لأزمة الهوية عند الإنسان العربي. وشكرا لكم وللمتتبعين، وشكرا لصدى رئيس الجلسة، وأختم كلامي. شكرا جزيلا للأستاذ محمد على تقديمه الرائع في تحليل هذه الرواية بطريقة يعني جدا دقيقة وممتعة لرواية أن تبقى، فكان تحليله جدا موفق. شكرا شكرا جزيلا، جزيلا له ولهذا شكرا التقديم الرائع. شكرا جزيلا. ننتقل الآن إلى بحث تجربة كلية الآداب والعلوم الإنسانية بجامعة السلطان مولاي سليمان في مجال التكامل المعرفي، قراءة في مشاريع التكامل المعرفي لمركز دراسات المعرفة والحضارة ومختبر المقاصد والحوار للدراسات والأبحاث. تقديم الدكتورة سعيدة سوهال، فلتتفضل. الدكتورة موجودة على الدكتورة سعيدة؟ أظن، عفوا سعادة البروف، أظن أنه صار في عندها خلل تقني ويمكن خرجت معنا، فاستغلالا للوقت يا ريت ناخذ المداخلة اللي بعدها أو المشاركة اللي بعدها. نعم، إذا سيتم الانتقال لحين عودة الدكتورة، احتمال يعني انقطاع النت عنده، إلى البحث الثاني اللي هو المصطلح النحوي عند الصفي بوري في كتابه حل شواهد الفوائد الضيانية، تقديم المدرس المساعد زينب شامل محمود، فلتتفضل في تقديم نفسها ومن ثم تقديم البحث الموسوعي. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين المبعوث رحمة للعالمين، وعلى آله الطيبين الطاهرين وصحابته الغر الميامين ومن اهتدى بهديه إلى يوم الدين. أما بعد، السادة الأفاضل، السيدات الفضليات، مع حفظ الألقاب والأسماء أحييكم بتحية أهل الجنان. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أولا أقدم الشكر والامتنان لمنصة أريد والقائمين على هذا المؤتمر المبارك، والشكر موصول لسعادة الأستاذة الدكتورة فاطمة محمد صالح البدراني رئيسة الجلسة، وكل الشكر والتقدير للأستاذ عدنان قلعتشي مدير القاعة على جهوده المبذولة، وأنا يعني أشكره جدا لأنه يعني سيعرض البحث بدلا عني لخلل حصل عندي على الكمبيوتر. وفقكم أهلا الله جميعا وسدد خطاكم. أهلا معكم أهلا الباحثة زينب شامل محمود من العراق، حاصل على شهادة الماجستير من جامعة بغداد تخصص اللغة العربية. أعمل حاليا بصفة تدريسية في الجامعة العراقية كلية القانون والعلوم السياسية. بحثي الموسوم المصطلح النحوي عند الصفي بوري في كتابه حل شواهد الفوائد الضيائية. المقدمة: إن العرب في جاهليتهم كانوا يتكلمون الفصحى على السليقة دون تعلم،
ولما بعث الله رسوله بالهدى ودين الحق إلى الناس كافة، واختلط العرب بغيرهم من الأمم والأقوام الذين دخلوا في دين الله أفواجا، بدأ اللحن يسري على ألسنة العرب، فانبر العلماء وشمروا عن سواعدهم في وضع القوانين والقواعد التي تضبط اللغة من أجل المحافظة على كتاب الله نطقا وفهما، لأن العمل به متوقف عليهما. ولكثرة الجهود واختلاف المناهج في دراسة اللغة، وقع الاختلاف في الاصطلاح على بعض المفاهيم والمسائل النحوية، خاصة في بداية نشأة النحو، إذ من الطبيعي أن تبدأ العلوم بسيطة ثم تتطور تدريجيا إلى أن تصل إلى الاستقرار والثراء. فلكل موضوع ولكل درس ولكل فن ولكل صنعة مصطلحات خاصة تميزه وتعرفه، لذا فتحديد المصطلحات أمر مهم في النحو، فمعرفة النحو مربوطة بمعرفة مصطلحاته، ويعد المصطلح النحوي ركيزة أساسية في بناء النحو العربي، ومصدرا مهما في إثرائه، ظهر مع النحو على يد أبي الأسود الدؤلي، حتى أن بعض الباحثين في اللغة أشاروا إلى أن الفترة الممتدة من عهد أبي الأسود إلى عهد الخليلي هي الفترة التي هيأت ظهور المصطلح النحوي. ثم ازدهر بظهور مدرستي النحو البصرية والكوفية، فعج النحو بالمصطلحات الوفيرة، منها ما شاع وبقى ومنها ما اندثر. ولو تتبعنا المصطلحات النحوية التي لا زالت مستعملة لوجدنا أغلبها مصطلحات بصرية، فجل النحويين استعملوا المصطلح البصري، ومنهم الصفي بوري. التعريف بالمصطلح النحوي والصفي بوري: المصطلح النحوي هو اتفاق بين النحاة على ألفاظ معينة تؤدي إلى معان ومفاهيم مستقرة، كالمبتدأ والخبر والفعل والفاعل وإلى آخره من المصطلحات. وهذه المصطلحات لم تظهر إلى الوجود كاملة ناضجة بالمفهوم والشكل الذي نراها عليه الآن، إذ بدأت كما بدأت العلة والقياس، وكما بدأت فكرة النحو وطريقة تناوله بسيطة، فما لبثت أن نضجت واستقرت. التعريف بالصفي بوري: الشيخ العلامة الفاضل عبد الرحيم بن عبد الكريم الصفي بوري الهندي، أحد العلماء المبرزين في النحو واللغة، متوفى ما بين السنة 1257 هجريا 1267 هجريا. غايته في تأليف الكتاب كانت غايته التي دعته إلى تأليف كتاب حل شواهد الفوائد الضيائية، هي إجابة لطلب تلاميذه بتوضيح شواهد الفوائد الضيائية للجامي المتوفى سنة أستاذة زينب، بس لو تفتحين المايك انقطع الصوت. عفوا الآن. نعم 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 تفضل. رجل. نعم رجل. نعم شكرا. لذا يجب أن نقر أولا بأن الصفي بوري لم يكن مبتكرا للمصطلحات النحوية، إنما كان شارحا للمصطلحات التي ذكرها الجامي في كتابه الفوائد الضيائية والتي نقلها عن ابن الحاجب. والصفي بوري في كتابه لم يعرف المصطلحات النحوية، واكتفى بذكر المصطلح والشواهد وضحها وشرحها. وقد اقتضت المصطلحات النحوية التي وقفت عليها في كتاب حل شواهد الفوائد الضيائية أن تكون في مبحثين حاولت التركيز فيهما على المواضيع النحوية التي كانت مصطلحاتها محط خلاف في إطلاق التسمية بين البصريين والكوفيين. فتناولت في المبحث الأول المصطلحات التي تخص الأسماء، والمبحث الثاني كان مصطلحات نحوية متفرقة. المبحث الأول في الأسماء: المصطلح عند الصفي بوري، مصطلحاته طبعا كلها هي مصطلحات بصرية، فأخذ غير المنصرف وهو عند البصريين الممنوع من الصرف، والمبتدأ أيضا هو مصطلح بصري، المفعول له هو مصطلح بصري أيضا، والمفعول معه هو مصطلح بصري، قابله المفعول وهو مصطلح كوفي، الحال أيضا هو مصطلح بصري، يقابله القطع الذي هو مصطلح كوفي، ومصطلح التمييز يقابله عند البصريين التمييز أيضا، والكوفيون أسموه بالتفسير، ومصطلح البدل أيضا هو مصطلح بصري، والكوفيون استعملوا التبيين.
ومصطلح العطف هو أيضا مصطلح بصري قابله مصطلح النسق. المبحث الثاني مصطلحات متفرقة، من أهمها لا النافية للجنس وهو مصطلح بصري أيضا، والجر وهو مصطلح بصري يقابله الخفض، والمضارع وهو مصطلح بصري أيضا يقابله المستقبل الذي هو مصطلح كوفي بعدها استقر المضارع عند البصريين والكوفيين، ومصطلح الضمير والمضمر وهو أيضا مصطلح بصري، اسم الإشارة أيضا وهو مصطلح بصري، وحروف الزيادة أيضا هو مصطلح بصري، وغالب هذه المصطلحات استقرت مصطلحات بصرية. الخاتمة، أولا المصطلحات التي استعملها الصفي بوري في كتابه مصطلحات بصرية، ومن ذلك استعماله لمصطلح لا النافية للجنس والنفي والمفعول له والمفعول معه وغيرها. أما المصطلحات الكوفية فتكاد تخلو في كتابه. ثانيا تنوع الصفي بوري في ذكر الشواهد الواردة في كتابه، فكانت الشواهد من القرآن الكريم والقراءات القرآنية والحديث النبوي الشريف وكلام العرب المنظوم والمنثور، وهذا دليل على سعة علمه واطلاعه. لم يكتف الصفي بوري بشرح الشواهد النحوية في كتاب الفوائد الضيائية تحليلا نحويا، بل كان تحليله تحليلا نحويا وصرفيا وصوتيا ودلاليا، واعتماده في الشرح على مصادر البصريين والكوفيين، وهذا يجعل لكتابه قيمة علمية. حلل الصفي بوري الشواهد الواردة في كتاب الفوائد الضيائية تحليلا مناسبا، وكان صاحب مذهب معتدل بالنسبة لمسائل الخلاف النحوي بين البصريين والكوفيين، وإن كانت النزعة البصرية هي الغالبة عنده. اتسمت مصطلحات الصفي بوري بالاستقرار، وهذا طبيعي بالنسبة لكتاب متأخر ظهر بعد علو الصرح النحوي واستقرار مصطلحاته ومفاهيمه. في الختام أقدم شكري وامتناني لكم أساتذتنا الكرام، شكرا خاصة لي، رئيسة الجلسة الأستاذة الدكتورة فاطمة محمد صالح شكرا البدراني، والأستاذ مدير القاعة دكتور عدنان. شكرا لكم، وفقكم الله وسدد خطاكم. شكرا للست زينب بالتزامها بالوقت المحدد وتقديمها لموضوعها الرائع في المصطلح النحوي، وتقديمها للمصطلحات وأصل المصطلحات النحوية وأهميتها. كان اليوم مواضيع بحثية رائعة في مجال اللغة العربية من الألفاظ المهرية ومن الروايات، وانتهينا بالمصطلح النحوي للست زينب شامل. وفقكم الله عفوا هذه سعادة الشيوخ العلوم المهمة. فاطمة، الدكتورة سعيدة سهال دخلت. نعم نعم دكتورة سعيدة، تأخر بحثها لأنه كانت مشكلة في النت، فالآن سوف تبدأ بتقديم بحثها تجربة كلية الآداب والعلوم الإنسانية بجامعة السلطان مولاي سليمان في مجال التكامل المعرفي، قراءة في مشاريع التكامل المعرفي لمركز دراسات المعرفة والحضارة، ومختبر المقاصد والحوار للدراسات والأبحاث. دكتورة سعيدة سهال فلتتفضل في تقديم نفسها ومن ثم تقديم بحثها الموسوم. أهلا وسهلا. دكتورة سعيدة، المهم المايك مسدود عنده، ممكن يفتحوا لها المايك؟ نعم دكتورة، معها الصلاة. هي دكتورة سعيدة، بس لو تتفضلين تشاكين معنا، تفضلي. دكتورة سعيدة متواصلة معنا؟ دكتورة سعيدة موجودة لكن المايك عندها مسدود، ما فتح.
دكتورة سعيدة سوهان. هل يوجد مشكلة في تقديم البحث؟ دكتورة معكم الصلاحية، بإمكانكم فتح المايك دكتورة سعيدة. يعني الصلاحية كاملة معك دكتورة. ممكن من حضرتك تفتح له المايك من يمك؟ نعم دكتور، فتحت له المايك بس ما أعرف، ما جاي تتجاوب معنا، يمكن كأنه عندها خلل فني. نبدأ بال طيب عفوا سعادة البروف، لو نفتح باب المناقشة حتى نستضيف مناقشات. نعم المجلس. نعم لكن شو اسمه، ممكن صراحة تفتح الأيدي رفع اليد. نعم نعم موجودة موجودة دكتور إن شاء الله. نعم دكتور أحمد بن مصطفى، فليتفضل. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله. شكرا أستاذة، تحية لك وللأستاذ الفاضل على هذا التقديم والإشراف الرائع لهذه الجلسات العلمية المفيدة، وأتوجه بالشكر الجزيل للأساتذة الأفاضل الذين تقدموا بعرض مداخلاتهم، وأتمنى أن يلتحق البقية الذين لم يتمكنوا. لدي فقط سؤال للأستاذة زينب، نعم أسباب ما هو أسباب اختيار ما هو السبب الرئيس في اختيار هذه الشخصية أو هذا الكتاب، خاصة أن هذا الكاتب أو هذا المؤلف قد أعاد نسخ المصطلح كما ذكرت، نسخ المصطلح البصري، أظن أنه مال إلى المدرسة البصرية، والكتاب والمؤلفون الذين نحوا هذا النحو كثر. لماذا؟ ما هو السبب الرئيس في اختيار هذا العالم؟ هل له مثلا إبداع أو له نظرية لغوية أو شيء من الاجتهاد في مجال النحو؟ نعم، ما فيما يخص ديوان ذو الرمة أو ذو الرمة أو لا أدري، مع الأستاذ مسعد، الدواوين هذه الألفاظ، الدواوين أحيانا بعض البحوث تكون يعني عملية إحصائية، مثلا هذه الألفاظ، ما هي الفائدة؟ يعني يجب أن تكون لها، أن يكون لها هدف، وهذا الهدف مرتبط بجدة في الإشكالية أو جدة في الحل. ما هو الهدف مثلا باستخراج هذه الألفاظ في الشعر العربي؟ هل هناك مثلا ألفاظ تستعمل الآن مثلا في التكنولوجيا أو في العلوم، أو هناك ألفاظ تحتاج إلى إدخالها في مجال مثلا التعليم، أو خاصة نحتاج إلى تغيير المصطلحات، بعض المصطلحات نحن متأخرون في مجال العلوم وعندنا إشكالية في الترجمة والمصطلح. وأشكركم شكرا جزيلا وأتمنى لكم التوفيق وبارك الله فيكم. شكرا جزيلا للدكتور أحمد في هذه المداخلة. السؤال للدكتورة زينب شامل، ممكن الإجابة؟ نعم، طبعا المصطلح النحوي درس
ويعني عند البصريين وعند الكوفيين وبشيء من التفصيل، خصوصا عند النحاة الأوائل. لكن الصافي بوري هو متأخر عن باقي النحاة، وكتابه هذا حال شواهد الفوائد الضيائية تحقيقه متأخر، يعني تحقيقه كان سنة 2022، فهو كتاب يعني حديث عن التحقيق. فيعني وجدته أنه لم يدرس سابقا، ويعني من حققه هو زوج أختي، فهو اقترح علي صراحة أن أدرس هذا الكتاب. وعندما قرأت الكتاب وجدت فيه يعني مادة غزيرة. نعم هو كان مقلدا لشيخه، لكن يعني حلل وشرح واجتهد في تحليله وشرحه للمادة التي كانت أمامه. شكرا للدكتورة زينب عن هذه الإجابة. هل يوجد سؤال أو مداخلة؟ هل يوجد مداخلة؟ طبعا الدكتورة سعيدة تكتب أنه لم تستطيع فتح المايك من جانبها. طبعا من المواضيع اللي يعني نالت اهتمامي كوني اختصاصي علم النفس هو موضوع اتجاهات الأسرة في معاملة الأطفال وتأثيرها على شخصيتهم الاجتماعية في المستقبل. يعني الأسرة تعتبر دور الأسرة مهم جدا، خاصة في السنوات الخمسة الأولى من حياة الطفل في بناء شخصيته واتجاهها في التربية. يعني أول يكون اتجاه هو بين الأب والأم، في توافق الأب والأم في توجه التربية للأبناء دور مهم في بناء الشخصية. فإذا كان هنالك توافق في الاتجاهات ستكون هناك تربية في مسار صحيح ومجال صحيح. أما إذا كان هنالك اختلاف بين اتجاهات الأب عن اتجاهات الأم سيؤدي إلى تشتت التربية، ويكون راح يؤدي إلى خلل في بناء شخصية الطفل وفي بناء ضمير الطفل. فيجب يعني نقطة مهمة في الوقت الحالي اتفاق الأب والأم في رعاية أطفالهم باتجاه محدد واحد حتى يتم بناء الضمير لدى الطفل، وهذا يؤثر على بناء الضمير المستقبلي لديه. نعم، هل يوجد مداخلة؟ شكرا نعم أستاذة، معنا الدكتور أحمد، تفضل دكتور أحمد. شكرا أستاذي الفاضل، شكرا الأستاذة الفاضلة على هذه نعم الملاحظة الرائعة. فقط أنا لدي ملاحظة حول هذه الجلسات المرقمة، هذه مثلا من الجلسة الأولى إلى الجلسة الثامنة، هل هناك عنوان للمحور أم هناك الموضوعات؟ لأن الموضوعات ربما تبدو غير لا تصب في محور واحد، يعني هل هناك نعم يعني دكتور، يعني هي جمعت للعلوم الإنسانية، يعني هو كل يعني جلسة جمعت فيها اتجاه معين، فهنا جمعت العلوم الإنسانية والاجتماعية واللغوية والأدبية في هذا الجلسة، وهناك جلسات لمحاور علمية. نعم عفوا لو كان أستاذتي الفاضلة، عفوا، لكن ربما أنا أريد أن ربما حتى في التقرير، لأن كل جلسة تحتاج إلى مقرر الجلسة، يعني مفترض أنه خلف يعني معك أو ما يكون مقرر لهذه الجلسة حتى نستفيد من هذه المحاضرات، يعني أو تقرير الملتقى. ولكن نعم يبدو أن هناك تفاوت، مثلا هنا الألفاظ، بعده يأتي
التدريس، ثم يأتي بعده ربما تحتاج إلى تدقيق يعني. نعم الله نعم أعلم، دكتور، هذه ملاحظة وبارك الله فيك. أهلا وسهلا. أي نعم، لأنه اختصاصات مختلفة من اللغة العربية باختصاصات مختلفة، كذلك يعني داخل معها اختصاصات أخرى تربوية ونفسية واجتماعية. نعم، دمج يعني محاور مختلفة في هذه الجلسة. هل يوجد مداخلة أخرى؟ الدكتورة سعيدة لم تستطع الدخول، إذن سيتم إنهاء هذه الجلسة اليوم. شكرا لجميع السادة المشاركين والباحثين، شكرا لمساهماتهم القيمة في تقديم هذه البحوث الرائعة في هذه الجلسة العلمية. شكرا للسادة الحضور لمنحنا هذا الوقت في الاستماع لما طرح من بحوث علمية شيقة في هذه الجلسة العلمية للمؤتمر. شكرا للجميع، في أمان الله. نعم، شكرا شكرا سعادة البروف فاطمة البدراني على هذه الإدارة الرائعة للجلسة، فجزاكم الله عنا كل خير. وأيضا أحبتنا الكرام، نشكر باسمكم جميع الأساتذة المشاركين معنا، سعادة الدكتور مسعد سيدون، وأيضا الدكتورة نهى البحباح، وأستاذة أو عفوا الدكتورة صابرين عوض، الدكتورة مريم الهاشمي، والأستاذ محمد حيحاوي، وأيضا زينب شامل، وأيضا كل الشكر موصول إلى الدكتورة سعيدة سهال رغم عدم تمكنها من الدخول معنا لأسباب تقنية، فجزاهم الله عنا كل خير، ونسأل الله أن يكتب ذلك في ميزان حسناتكم. نعم أحبتنا الكرام، سنقوم سوية بشرح طريقة الحصول على الشهادة لهذا المؤتمر ولهذه الجلسة البحثية، فاسمحوا لنا أن نشارك مع حضراتكم الشاشة. وأيضا ننبه إلى أنه تم وضع رابط الشهادات والحضور في صندوق الدردشة الشات، بإمكانكم الدخول مباشرة إليها. نعم أحبتنا الكرام، نقوم بالدخول إلى محرك البحث جوجل، ونكتب في خانة البحث فيه منصة أريد العلمية، فتظهر بالصورة التي تظهر أمامكم، هذه هي الصفحة الخاصة بالمنصة. بالنسبة للأعضاء المشاركين معنا، فبمجرد الضغط على تسجيل الدخول في أعلى الشاشة فيطلب الأمر الإيميل وكلمة المرور. أما بالنسبة للأعضاء الذين لم يلتحقوا معنا بعد، فبإمكانهم الضغط على سجل مجانا، وسيتطلب الأمر بضع معلومات بسيطة كالاسم باللغة العربية والاسم باللغة الإنجليزية، وكذلك بريد إلكتروني فعال وتأكيده وكلمة المرور وتأكيدها، ومن ثم اختيار الدولة التي نحن فيها. بعد ذلك نقوم بالضغط على زر التسجيل، فتقوم المنصة بإرسال رابط على البريد الإلكتروني، وبمجرد الضغط عليه سوف نصبح أعضاء رسميين بالمنصة إن شاء الله. وأيضا هناك فيديو مرفق ويشرح فيه طريقة التسجيل بشكل مبسط. بعد ذلك ننتقل إلى الصفحة الرئيسية للمنصة أو ما يسمى بالحائط، والتي تشاهدون فيها البوابة الرسمية للمحفل العلمي الدولي 14 بنسخته الإلكترونية. نعم نقوم بالضغط على الجلسات في أعلى الشاشة، نقوم بالضغط على الجلسات، تشاهدون معنا الجلسات، فننتقل بعدها مباشرة إلى الأيام أو التي ستكون فيها أيام المحفل، نختار منها اليوم الثالث الذي نحن فيه اليوم، ومن ثم نقوم بالتسجيل. هنا ستظهر لنا علامة التسجيل، سوف نقوم أولا بالتسجيل، الضغط على زر التسجيل، بعدها نقوم بتحديث الصفحة فتظهر أمامكم، وتظهر أيضا الشهادة أو ما يسمى النيل بمختصر. نعم نضغط على كلمة نيل فننتقل مباشرة إلى الصفحة الخاصة
بتحميل الشهادة. نعم، الشهادة هناك بعض الشهادات مجانية والأخرى برسوم رمزية، وذلك حفاظا على استمرارية المنصة. وبالنسبة للأعضاء الذين يمتلكون العضوية الاحترافية فبإمكانهم تحميل جميع الشهادات مجانا. نعم أحبتنا الكرام، نقوم بالضغط على تحميل الشهادة، فمباشرة ننتقل إلى النموذج الذي سوف يقوم بالتحميل عندنا ويظهر أمامكم. هذا هو النموذج الخاص بالشهادة، هذا هو النموذج. نعم أحبتنا الكرام، وبالنسبة للأعضاء الذين يتطلب الأمر منهم أن تعبئة الرصيد، فبإمكانكم الضغط على علامة الزائد من الزاوية اليسرى في الشاشة، الزاوية العليا من الشاشة، علامة الزائد، فننتقل إلى الصفحة الخاصة بتعبئة الرصيد. وهناك عدة طرق لتعبئة الرصيد، منها عبر أعضاء أريد أو البطاقة الائتمانية، البايبال، شركاء الحوالات المالية، الويسترن يونيون، وكذلك نظام التسليف وشراء المنتجات من حول العالم من منصة أريد. وأيضا يوجد فيديو مرفق لشرح طريقة تعبئة الرصيد في المنصة. نعم أحبتنا الكرام، أيضا ننوه لأننا سنقوم إن شاء الله برفع التسجيل لهذه الجلسة البحثية على الموقع الخاص بالمنصة، والذي تم وضع رابطه في صندوق الدردشة الشات. بإمكانكم الضغط على رابط اليوتيوب وستشاهدون إن شاء الله جميع فعاليات المحفل العلمي 14 بنسخته الإلكترونية، وكذلك إن شاء الله ستنطلق اليوم النسخة الحضورية. نعم أحبتنا الكرام، إلى هنا نصل إلى ختام هذه الجلسة البحثية، وإن شاء الله سنعود عند الساعة 6 مساء بتوقيت مكة المكرمة، وذلك لتقديم محاضرة سعادة الدكتور معد أحمد الحاكم، وعنوان محاضرتي الالتزام بمعايير الجودة، ركن الاستدامة التعليم المثمر، بين قوسين توصيف المادة أنموذجا. حتى ذلك الوقت أحبتنا الكرام، نستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، ونختم بكفارة المجلس. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك، جزاكم الله عنا كل خير. طبعا القاعة ستغلق وستفتح قبل بدء المحاضرة بربع ساعة إن شاء الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.